me? Okay, thank you. ومحمد بسيوني ومحمد مصطفى سعد والدكتورة مروة السباعي قلناها وسارة علي، مظبوط كده؟ احنا دلوقتي 9 اللي موجودين، نتمنى ان شاء الله ان الرقم يبقى اكبر من كده شويه. ان شاء الله هنسجل معانا كام يا دكتور محمد كامل؟ بيشرفني طبعا الزميل الفاضل الدكتور محمد كامل، دكتور في الاكاديميه العربيه، ويعني هو خير معين لينا في النقابه يعني في لجنه التدريب. معانا كم واحد مسجل يا دكتور محمد؟ 41 يا ريس، مسجل 41. ما شاء الله ما شاء الله. طيب احنا ان شاء الله برضو يعني معلش يمكن برضو صلاة المغرب وبرضو او حد يعني تذكرة، ننتظر بس دلوقتي كام يعني دردشة كده، دردشة برضو لغاية ما نبدأ. احنا النهاردة باسم لجنة التدريب والتوظيف في النقابة العامة بنقوم بهذا العمل، وفي بدعوة الدكتور عادل عبد الباسط وهو أستاذ دكتور يعني هيعرف نفسه ويعني قيمة وقامة، وكانت معرفتي بيه قبل كده من أيام السولار إنرجي، وهو أستاذ يعني خطير يعني بصراحة دكتور عادل يعني، وبمجرد أنه تواصل معايا فعلا على موضوع الجودة قلت له بس احنا عاوزين حاجة زي كده فبرضه هنقدمها، وكان خير معين يعني. النهاردة بنحاول نحرك العملية التدريبية على مستوى المهندسين في مصر بحيث أن الناس بس تنتبه كده وتقول يعني إزاي إيه موضوع التدريب وإزاي نحسن الجدارات بتاعتنا وإيه هي المهارات المطلوبة في السوق. يمكن الواحد بيتذكر في بداية حياته كانت العملية صعبة جدا، ما تلاقيش حد برضو يفتح عليك المواضيع قوي، وما كانش متاح زي كده عندنا الويبينارز بهذا الشكل، وكان يمكن الواحد بالزملاء اللي بيجوا من اسماعيليه وانا كنت بتحرك من اسماعيليه واروح القاهره. هل هو خاص بالمهندسين؟ لان انا من كليه العلوم باي تكنولوجي، عندي معمل زراعه انسجه، فعشان كده اهتميت بالمحاضره دي لان مكتوب فيها الجوده وشهاده الاعتماد، فدي حاجه حلوه يعني انا نفسي اوصل لها. معاكي حق فعلا، الموضوع ما هوش احنا بس بنتكلم على المهندسين علشان احنا من نقابة المهندسين، انما الجودة والمعامل فهي يعني مغطية كل المنظمات ايا كان والمؤسسات والشركات ايا كان الفيلد بتاعها الشغل بتاعها في الزراعة او الطب او الصناعة او غيره، فكله محتاج جودة توتال كواليتي مانجمنت وايزوهات والايزو والمعامل للاختبارات. وهنعرف دلوقتي ليه المعمل ليه نعمل الاختبارات وايه ده هيفيدنا بايه. فانت حضرتك اهلا وسهلا بيك، وكلية علوم يعني لا تقل أهمية عن كلية الهندسة يعني. ان شاء الله ربنا يجعلها ان شاء الله ندعو موفقة بإذن الله. شكرا ان شاء الله. ان شاء الله دكتورة مروة اهلا وسهلا بحضرتك. طيب احنا رأي حضرتك يا دكتور عادل علشان الوقت ممكن نبدأ دلوقتي، احنا 7:15 فنبدأ دلوقتي علشان برضو ما نعطلش الناس. مش فضل حضرتك انت قلت معك ربع ساعة حضرتك تتكلم فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا النهاردة هنتكلم عن الايزو 17025 اكريديتيشن، وانا هقول حاجة عن الكيس ستادي اللي انا مريت بيها في الاكسترا هاي فولتج ريسيرش سنتر اللي هو مركز ابحاث الجهد الفائق. في عبد الرحمن عادل ريزد هيز هاند، الاخ عبد الرحمن عاوز حاجه اتفضل. السلام عليكم، استحيت معاك يا دكتور، ربنا يبارك في عمر حضرتك ويجازيك كل خير. اتوقع من حضرتك ان يكون في اويرنس عام عن المواصفه 17025 وتوضيح للمواصفه هي او الهاي ليفل ستراكشر بتاع المواصفه
احنا حضرنا مع الدكتور عادل التريننج في الانسرتينيتي، ربنا يجازي حضرتك كل خير. هايل هايل، تمام، اهلا وسهلا بيك. وده ان شاء الله اللي هيبقى مع الدكتور عادل، برضه هو هيدخل في التفاصيل. انا هقول الكيس ستادي بس بتاعتنا اللي عملناها في مركز ابحاث الجهد الفائق سريعا، وكانت ايه نتيجتها، واحنا كنا محتاجينها ليه، ومن امتى، واحنا بنفكر فيها سريعا كده. التفاصيل والاستراكشر بتاع 17025 والمتطلبات وكده برضو هيبقى مش تفصيل قوي، يعني اتفقنا انا والدكتور عادل ان احنا برضو ندي نبذة، انما التفاصيل وازاي يعني نلبي هذه المتطلبات، فده بيتم من خلال بقى دورة تدريبية مش هتقل مثلا عن 3 ايام. فده later on ممكن يبقى حضرتك تحضر معانا الدورات التدريبية، بس النهاردة هناخد ايه فكرة عامة عن الموضوع. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس عبد الرحمن، حضرتك شغال فين؟ انا شغال في شركة افكو مصر لصناعة الزيوت، انا مهندس تصنيع اصلا، خريج هندسة شبرا. جميل جميل، هايل، اهلا وسهلا بيك. طبعا الزيوت وعملية يعني أكيد محتاج طبعا معامل، ومحتاج إزاي إن يبقى فيه أكريديتيشن للمعمل اللي عنده. تمام، أنت عندك 17025؟ سيرتيفايد المعمل 17025 فعلا. بس طبعا تمام. تجربة واحدة، وأنا عايزين نعمل إكسبانشن لدون ونزود كمان بقية التجارب. يعني شفت بقى السكوب أوف ورك هنا بقى زي ما احنا بنقول يعني مش احنا خدنا 17025 في معمل، احنا واخدينه برضو على كابل 66، لكن هل احنا ما بنعملش الا الاختبار ده؟ لا، في اختبارات عديده، يبقى لازم تعمل بعد ما تاخد ده تعمل اكسبانشن لبقيه الاختبارات. برافو، تمام، ان شاء الله هنشوف يعني سريعا كده مع الدكتور عباس باذن الله. ان شاء الله، الله يخليك. احنا ايه تأثير، او احنا ليه عاوزين ايزو 17025 في المعامل بتاعتنا، وتأثيرها ايه على عملية التصدير؟ هل تعلم ان كل المصانع بتاعت الكابلات او المحولات او الاجهزة الكهربائية اللي موجودة في مصر، علشان تعمل التايب تيست بتاعها بتسفر الحاجة بتاعتها الى كيمة، معامل كيمة في أوروبا بما يكلف ملايين الجنيهات، فعلشان يتم اعتماده. فلما يبقى في عندنا في مصر معمل معتمد ومطابق للمواصفات العالمية، ومن حظنا الطيب إن إيجاك وهو المجلس الوطني للاعتماد في جمهورية مصر العربية معتمد عالميا من الجهه اللي هي ايلاك، اللي هي تعتبر الانترناشونال اللي بتدي ده. فاحنا عندنا ايجاك دلوقتي بتدي الاكريديتيشن، فلابد ان احنا نوسع ده عندنا بقى على المستوى المعامل، علشان المعامل دي تعتمد الاختبارات اللي موجوده ايه في الصناعه، وبالتالي تقدر تخترق او تذهب الى ايه الى الاسواق الخارجيه. في نفس الوقت يعني هنقول تحقيق رضا الزبون، ده طبعا اساسي، بناء التجاره الدوليه على اساس المنافسه. كل ما كانت الجوده عاليه ومعتمده ويعني مطابقه للمواصفات العالميه وسعرها منافس، يبقى طبعا هيبقى ليك نسبه من السوق. ضمان الجوده في المنتج او الخدمه عند المطابقه، طبعا في جهه اللي هي المانحه للاعتماد اللي هي الثيرد بارتي اللي هي بتدي الاعتماد، وعندنا في مصر كذا جهة، أنا لا مش عايز أذكر جهات، يعني أحيانا بيحتاجونا وبنتعاون معاهم وبنساعدهم في إن احنا نروح نعمل يعني الأوديتنج للمصنع باسم الثيرد بارتي. طبعا ده علشان يدي الثقة للعميل الأساسي اللي هياخد البرودكت من المصنع. طبعا العولمه او الجلوبالايزيشن والسوق الدوليه المفتوحه النهارده بتلزم المصانع او اللي بتنتج منتجات معينه لابد انها ايه تبقى مطابقه للمواصفات الفنيه.
طيب انا خليني برضو عشان اقول سريعا، احنا لامتى بننظر للجودة في مصانعنا او في حتى في الجهات الإدارية بتاعتنا انها ايه تكلفة، ولا ننظر لعدم الجودة انها تكلفة اكبر؟ فلو شفتوا حضراتكم هنا هتلاقي مثلا لو بصينا كده هنقول ده دي تكلفة، التكلفة بتاعت عدم الجودة، وانا علشان اقللها باصرف اكتر علشان الرقابة، فبصرف على الرقابة والمراقبة والتفتيش والتدريب وغيره، وطول ما انا باصرف على الرقابة تبدأ التكلفة بتاعت عدم الجودة او اللي هي مثلا الريوركس بتاعت الشغل او الهالك اللي بيحصل من البرودكتس يقل لغاية نسبة معينة، وبالتالي تبقى تقل نسبة التكلفة بتاعتي. يبقى على قد انا ما بصرف في عملية الجودة انت في نفس الوقت بتقلل من الهالك بتاعك، كل ما تحسن في اعمالك في الشغل بتاعك كل ما عملية الهالك بتاعتك ايه تقل. طبعا ده هيبقى اكتر وضوحا وتفصيلا في ايه الكورسات التدريبية. انا حسيت ان انا لما ادخل كده على ده ما اعرفش هيقلب معانا ولا مش هيقلب، هيقلب كويس اوي. حقيقة معالي الوزير حسن يونس متعه الله بالصحة من 2004، وطبعا معاه كان الدكتور محمد عوض أستاذنا، كانوا بيتكلموا عن مركز أبحاث الجهد الفائق على إنه يبقى هو المركز اللي يقدم اللي يعمل كل الاختبارات ويقدم الخدمات بتاعته للصناعة، صناعة الكهرباء في مصر، وكان ده طموح وأمل من قبل حتى 2004. أنا كنت تعاونت برضو عندنا في شركة شرق الدلتا، أنا في الإنتاج أصلا شركة شرق الدلتا الإنتاج الكهرباء، وتقدمت فعلا بعد ما خدت دورة إعداد القادة سنة 2000، تقدمت بأن أنا لجنة الخطة، كنت عضو لجنة الخطة على مستوى الشركة بعملية أن إحنا الطريق إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة. طبعا ما لحقناش للظروف كتيرة متعددة، خوفا برضو من المصروف، والإدارة لسه برضو الأويرنس كله ما كانش برضو بالمستوى المطلوب. كان حتى رئيس مجلس الإدارة محمد بيه حسن متعه الله بالصحة كان يخلينا نطلع اللي هم خريجين إعداد القادة وأنا كنت منهم، ومعنا كان المهندس محمد حسين جمعة، ندي موضوع الجودة على مستوى الشركات على مستوى الشركة في المحطات علشان نحرك، بس نعمل عملية أويرنس. يعني دلوقتي ممكن مركز تدريب فايد خد برضو الجودة الشاملة اللي هي 9001. فعملية الجودة هو حلم كبير، بس علشان لما نيجي نتكلم عن الأيزو أو تطبيق إدارة الجودة عايزين نتخيل يعني حجمها إيه. يعني إحنا دي من بعض الحالات اللي بيتم يعني تم استخدامها في بعض الدول العربية، فرق تحسين الجودة للعمليات أكثر من 150 فريق، عدد العمليات التي انتهوا من تحسينها 150 عملية. طب والتوصيات 1250 توصية، اللي تنفذ منهم 970، نسبة التوصيات المتنفذة 78%. إذن الموضوع continuous improvement زي إيه ما ديمينج ما قلنا في منظومة الجودة. فالموضوع ما هوش سهل، ولكن مش صعب المنال انه يتنفس لو حصل فرق العمل وكان في ليدرشيب سبونسر عنده استعداد انه ينفذ ده. احنا في مركز ابحاث الجهد الفائق سابقا، انا كنت رئيس قطاع مركز ابحاث الجهد الفائق سابقا، يعني بدانا نحضر لده من انا توليت المسؤوليه في 2017، وحصلنا على الايزو 9001 في تقريبا في سبتمبر 2020، وفي اكتوبر حصلنا على الايزو 17025، بس برضو السكوب اوف ورك بتاع 17025 على قد حاجه صغيره، كابل 66 وتقريبا اختبارين اتنين بس اللي موجودين في السكوب اوف ورك، فمحتاجين ايه الاكسبانشن.
طبعا بنحتاج عملية تحضير وتسجيل وتقييم أولي ومراجعة الوثائق والتدقيق في الموقع، لازم يجوا يشوفوا الناس جولنا اتنين وعملوا أول مرة، يعني عملوا لنا 20 NCR non-conformance reports وعدلناهم ورجعنا معهم تاني، وبعدين بدأنا علشان ناخد المنح أو الأكريديتيشن من الإيجاك. دي 9001 أخذناها في سبتمبر 20، وبعدين تشرفنا بمعالي يعني معالي الوزير المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي الإيجاك، في خدناها في أكتوبر، الجواب اللي بعتولنا إن إحنا بقينا دلوقتي تم اعتمادنا. ده كان دليل الجودة في مركز أبحاث الجودة الفاق. طبعا كان يعني في اللي قبلنا فعلا بذلوا مجهود كبير جدا علشان على الأقل حتى يبقى الأويرنس يبقى موجود، وكان في دوكيمنت طيبة بصراحة إحنا بنينا عليها، فهو جهد متصل. يعني الشهادة اللي هي بتاعة الاعتماد من إيجاك طبعا، وإيجاك معتمدة من آيلاك. تمام، لو شفنا كده معتمد إيجاك ومعتمدة من آيلاك، وده كان 17025 للكابلات 66 كيلو فولت. وبعدين بيدي معانا ايه؟ بيدي السكوب اوف ورك بتاع ايه الاختبار. فكان في اكتوبر 2020، وانا الحمد لله تشرفت ان انا طلعت في معاش في ديسمبر 2020، وكان الحمد لله رب العالمين يعتبر من اهم الانجازات اللي تمت في المركز. احنا برضو خدنا في مركز ابحاث الجودة الفاق، يعني بدون تاني بنأكد على نقطة مهمة قوي يا جماعة، فعملية الأيزو وإدارة الجودة الشاملة أيا كان، لو ما كانش فيه سبونسور قوي وقناعة لدى الليدرشيب لدى الرئيس أو رئيس مجلس الإدارة لن يحدث شيء، فأنت بتضيع وقت. لابد أن الرئيس يبقى مقتنع بذلك. ففعلا نحيي كمان المهندس جابر دسوقي اللي هو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، اللي هو كان بيدعم دائما في عملية إيه؟ عملية الحصول على الـ 17025 الاعتماد الدولي. إحنا كمركز أبحاث جودة الفاق يمكن لو شفت إحنا كنا بنبص على عملية إيه؟ بنشتغل بصورة اقتصادية ربحية، الموضوع ما هوش تقديم خدمة ونقبض مرتباتنا من الشركة القابضة وإحنا ما بنجيبش دخل. فكان فعلا كان همنا بنشتغل على إن إحنا لابد يبقى العوائد بتاعتنا تغطي مصارفنا، وده يمكن الكيرف اللي الواحد يعني يعتبر بيفخر بيه إنه حققه. كان بادئين يعني الستاتستكس دي بدأ من 2013 لغاية 19-20 حققنا 17 مليون جنيه. ديت مع المهندس هاني ساعة ما رحت استلمت منه الشهادة، بنحييه وبنقدم له التحية والتقدير على مجهوده معانا، وعلى سيادة العميدة للمعامل فعلا ساعدونا جامد في انهم جم وعملوا الاختبارات معانا. ده طبعا معالي الوزير وزير الكهرباء الدكتور شاكر المرقبي متعه الله بالصحة، يعني لما بعتنا له قلنا السكوب اوف ورك بتاعنا اللي خدنا فيه الايزو 17025 لكابل ال 66، فكان فعلا يعني برضو يعني داعم لهذا الاتجاه. ودي طبعا من الدكتوره هاله السعيد اللي وزيره التخطيط، وطبعا هي ما عادش دلوقتي الاصلاح الاداري راح لمجلس الوزراء، فهي فعلا برضو ده كان في مسابقة التميز الحكومي، وتشرفنا بأن احنا كنت واحد من العشرة المميزين الحكوميين على مستوى الحكومة المصرية. ده تقريبا يعني
الكيس ستادي او الفرصه اللي احنا حصلنا عليها في مركز ابحاث الجهد الفائق، لربما يبقى في ناس شاطره جدا لكن ما جات لهاش الفرصه انها تكون في مكان تنفذ اللي في دماغها، فبن يعني بنقول لهم يعني ان شاء الله لما تبقى تتحط في مكان كويس ان شاء الله ربنا هيساعدك وهيوفقك وتطلع حاجه كويسه. انا بدعو بقى زمايلي المهندسين انهم يعني يبقى عندهم الطموح وعندهم الامل في ان فرصه النجاح موجوده، بس يجتهد. كل معلومه هياخدها هتكون بالنسبه له اساس في التطبيق ان شاء الله علشان يعمل حاجه كويسه. اعتقد انا كده دكتور عادل يا دوب ما خدتش الا نص ساعه بما فيهم الربع ساعه الاولانيه البريك، فانا تحياتي لحضرتك واتمنى ان احنا ان شاء الله نسمع بقى من الدكتور عادل تفاصيل اكتر على المتطلبات بتاعه الايزو 17025 وطرق التطبيق بتاعتها، ونشوف ان شاء الله هذه النبذه او هذه الاويرنس بنعتبرها اويرنس علشان يبقى ان شاء الله يبقى في دوره تدريبيه مدتها ممكن يبقى 3 أيام او 5 أيام هنشوف فيما بعد ان شاء الله من خلال لجنه التدريب والتوظيف بنقابه المهندسين. واهلا وسهلا بحضرتك، تفضل يا دكتور عادل. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني انا بصراحه انا سعيد بتواجدي معكم وبالاخص مع المهندس محمد سليم مع الوزير، يعني هو كان يعني شجعني كثير جدا ايام ما كنت لسه معيد ومدرس مساعد. بصراحه يعني كانت كلماته يعني لحد دلوقتي يعني انا بحتفظ بيها، وهي اللي شجعتني ان انا يعني امشي في الطريق الحلو الجميل ده من وقت ما كنت مدرس معيد. يعني لما اتصلت بيه وقلت له انا شغالين في الانفرتر، وشجعني وقال لي ابدا شغل ونبدا نعمل تصميم انفرتر في مصر هنا، وحاجه بصراحه كانت جميله جدا انا كنت لم اعرفه في ساعتها تليفونيا. يعني انا يعني كنت من دور اولى يعني من دور اخو صغير يعني يعتبر يعني ايش هنقول ايه اخو صغير. أيوه. فكان أيوه. تشجيع بصراحه يعني كلمتين كانوا حلوين وفعلا الكلمه الطيبه صدقه، فيعني كلامه طيب فهو شجعني بصراحه حاجه جميله جدا. وعلى هذا المنوال انا يعني بمشي بهذا الاسلوب مع كل واحد معايا، بقول له الكلام الحلو مش هيخسر، يعني الكلمه الطيبه حلوه يعني هتفضل مداها العمر كله. فاشكره يعني مره ثانيه على انه سمحنا الفرصه برضو ان احنا نلتقي بكم بالساده كل المهندسين معانا والزملاء الاساتذه. النهارده ان شاء الله استاذنك يا دكتور عادل هقول كلمه واحده بس. اولا انا اشكرك على هذا الاطراء، حقيقه احنا كنا خلصنا المحطه الشمسيه ولما انت اتصلت بي على موضوع الانفرتر احنا قلت والله كويس دي مبادره. صحيح. يعني حضرتك اللي كنت مبادر في هذا الاتجاه، واحنا يعني ربنا قدرنا على اللي قدرنا عليه يعني. واحنا اشتغلنا الحمد لله ربنا يبارك فيك. لا طبعا حاجه شرف كبير. اتفضل. المواصفه النهارده اللي هي الجنرال ريكويرمنت يعني متطلبات عامه for the competence of testing and calibration، متطلبات عامه لكفاءه معامل الاختبار والمعايره. المعامل في مصر او المعامل في العالم يا اما معمل تيستينج يا اما كاليبريشن. كاليبريشن يعني ان انا بعمل عنده معايره الاجهزه، وتيستينج يعني انا بعمل اختبار. طب هل المعمل ممكن يكون معامل اختبار ومعايره؟ طبعا يكون معمل، بس هو ما يعايرش لنفسه، يعني لو هو اختبار ما يعايرش لنفسه عشان خاطر الحياديه والسريه. طيب المهم انا يعني اخوكم عادل عبد الباسط محمد، استاذ بكليه الهندسه جامعه المنيا دفعه 95، اصلا من نجع حمادي لكن مقيم ومتزوج في المنيا. الحمد لله اخذت استشاري اعمال كهربائيه في المنشات، واستشاري نظم طاقه، واستشاري نظم جوده برضه بمساعده يعني بخبره اساتذتنا في نقابه المهندسين وتعاونهم معايا طبعا، وهم استفدت منهم كثير جدا الساده المهندسين. يعني انا لو هذكر حد فيهم يعني مش هخلص للصبح، يعني من ناس كثير جدا يعني. طبعا في بوليسي للمحاضره بتاعتنا، المحاضره بتاعتنا لو وانا بعمل محاضره فيس تو فيس فبقول في بوليسي للمحاضره، سياسه المحاضره ايه؟ هنا طبعا الالتزام احنا مش هنقول يعني ابتسامتك مطلوبه، التزام بالوقت وسكات الهاتف، حاجات ايه؟ دي بوليسي سياسه
زي ما هنقول دلوقتي في سياسة المعمل ايه سياسة المحاضرة دي سياسة دي البوليسي والبوليسي دي موجودة في المواصفات القياسية. المهم لو قلنا أهمية الجودة ايه يعني ايه أهمية الجودة ولو سمحت يعني البشمهندس يدي المايك للناس كلها تفتح المايك براحتها يعني اللي يتكلم يفتح المايك ويتكلم مباشرة احنا كلنا 12 واحد يعني عاوزين نستفيد من بعض يعني انا دايما في كل محاضراتي بستفيد من الحاضرين. فايه أهمية الجودة؟ السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام. مين تفضل عارف نفسك وايه؟ معاك الدكتور مروه السباعي مدرس باي تكنولوجي بلانت باي تكنولوجي في جامعه الازهر. مروه السباعي؟ ايوه. مين يا فندم؟ الدكتور مروه السباعي اتفضلي. أيوة. جامعه الازهر. جامعه الازهر ايوه. تمام يا فندم اتفضلي يا فندم. كنت علوم الجوده يا دكتور دلوقتي اللي مش هياخد الجوده هي زي ما بيقولوا كده معلش هيروح في الرجلين. ايوه تمام صحيح. انا يعني بالرغم ان انا معملي لسه بادئ يعني انا دلوقتي سوبرفايزر لمعمل بلانت باي تكنولوجي بلانت تيشو كلتشر بس من اول ما بداته وانا نفسي اعمل له الجوده لان لو ما بقاش في الجوده مش هيبقى حاجه. ممتاز تمام. ايه تاني مين اهميه الجوده تاني اتفضل مشاركه جوده مين تاني ايه اهميه الجوده ليه اولا خلي بالكم احنا بنعمل جوده من غير ما نحس احنا بنعمل جوده من غير ما نحس طبيعتنا احنا بنعمل جوده سعادتك في البيت انا مراتي في البيت بتعمل لي جوده في كوب القهوه تعمله بوش تعمله يجيب سخن تجيبه كذا تعمله من غير ما ايدها تتحرق تعمله من غير ما يبقى فيه اذا كلنا بنعمل جوده بس الجوده اللي هي ايه يعني جوده يعني اكتب ما انت تفعله ثم نفذ ما كتبته وطور على اللي انت كتبته. طيب هل الحصول على نسبة 99.9 في الجودة كافية؟ خلي بالك أنا بقول إيه؟ يعني عامة مش يعني هل كافية؟ يعني 1/10 فضل 1/10 أنا عاوز أسعى الجودة 100% أولاً كمال لله وحده الكمال لله وحده لكن إحنا بنسعى هل الحصول على 99.1 دي معناها يعني لو 1/10 بص 1/10 يعني لو أنت في معمل مية او في شركه المياه يعني معناها ساعه شرب واحده كل شهر من ماء غير نظيف ساعه شرب واحده للناس كلها الموجوده زي في اي مدينه. طيب معناها رحله هبوط خاطئ كل سنه بمدار الماء لو افترضنا ان بيعمل 1000 رحله جويه فبالتالي 1/10 دي يعني في رحله هبوط خاطئ شوف هتدمر قد ايه. طيب يعني 10 اخطاء طبيه 100 قطعه ضائعه في عمليه توزيع برد الكتروني 2500 من الاحذيه تباع كل سنه ازواج متشابهه اذا انا عاوز احصل على 100% خلي بالك انا عاوز احصل على النسبه دي ككل مش كايه في التست ميثود نفسها لا. فاذا انا عن نفسي وانت عن نفسك وكلنا بنعمل جوده سعادتك لما اي واحد فينا يعمل برزنتيشن بيحاول يحسن فيها ويعدل فيها علشان لما يعرضها للاودينس يبقى مبسوطين واخد رضا مين؟ رضا العملاء واخد رضا الطلبه واخد رضا طبعا رضا ربنا سبحانه وتعالى اولا قبل كل شيء. لكن انت بتعمل جوده لما تقرا قران عاوز تحسن جوده وتحسن صوتك وتقرا بتجويد صح وتقرا بدون اخطاء يعني انا لما قران واعمل اخطاء لما في اخطاء ودي في داهيه هتقول لي في اخطاء لا لازم عاوز اقرا القران بجوده ايه بجوده عاليه. طيب الايزو بقى ايه هي الايزو؟ ايه هي الايزو؟ الايزو هي لو احنا قلنا الايزو شهاده الايزو العالميه مين بيصدرها؟ في حد بيصدر شهاده الايزو اللي هي المنظمه الدوليه للتقييس اللي هي انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاندرزيشن ايزو. وخلي بالك كلمه ايزو مش هي الاختصار لكلمه انترناشونال اورجانيزيشن فور ستاند يعني اي اس او ده لو قلنا دي اي او اس مش اي اس او. ما الاي اس او معناها ايه؟ اي اس او معناها المساواه في المعايير بين كل دول العالم. فاذا ايزو دي كلمه يونانيه معناها التساوي او المساواه. اذا وخد الاسم فيها كده، فاذا شهاده الايزو دي بتصدرها منظمه مش الصحه العالميه بقى منظمه الدوليه للتقييس. طب هي بتدي المنح؟ لا هي ما تديش المنح، هي تحط لك معايير وشهادة ومواصفات دي يعني ايه مواصفات؟ يعني في معايير
يعني ايه معايير، حط لك معايير معينه ثابته امشي عليها. لو انا طبقت المعايير دي انا شغال كويس. شهاده المواصفات الايزو دي مين بيحطها؟ قلنا منظمه الدوليه للتقييس. طب مين بيساعدها؟ بيساعدها مين؟ كل دول العالم بيساعدوها، منظمه دوليه غير هادفه للربح. هنا ايجاد عضو مؤسس هناك في المنظمه دي وهم اللي بيحطوا المعايير. طب مين اللي بيمنح شهاده الايزو؟ ناس تانية خالص بعيده عن منظمه الايزو العالميه. ناس تانية زي مين مثلا؟ زي الايجاك هنا في مصر، زي في الاردن، في السعوديه، في الامارات، في امريكا، في انجلترا. هي دي تمنح شهاده الايزو، مش تصدر مواصفات الايزو. وتمنح شهاده الايزو يعني ايه؟ تمنحها ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال معمل موجود مثلا في الجهد الفائض، فعاوز ياخد شهاده الايزو، يقول له تعال هروح لمين؟ هروح لايجاك. ايجاك يقول له انا عاوز اخد الشهاده دي، يقول له خد المعايير دي امشي لي عليها. زي ما احنا عندنا في الكليات مثلا عاوز اخد الجوده، ففي معايير امشي عليها، اروح المعايير دي، انت نفذت المعايير دي، تيجي الجهه اللي هتمنحك تقول لك، تيجي تراجع عليك انت مشيت على المعايير دي ولا لا. طب افرض حطت معايير مش موجوده فيها، زي شهاده الايزو بتاع 17025، يقول لك ايه الحريق تعال اصطب عندك، لا انت جاي تراجع الحريق عندك مش المواصفه دي. طب انا راجع على الاداره العليا، لا يا عم دي مش عندي، انت مش هديك ان سي في الحته دي. طب راجع على الصحه والسلامه المهنيه، طب على بيئه العمل، لا دي مواصفه ثانيه، مو شهاده ثانيه، حاجه ثانيه خالص. مين اللي يقول كده؟ المواصفه تقول. الراجل اللي جاي راجع عليا هو فاهم هيعمل ايه، وانت تكون فاهم الاسئله اللي هتجيلك من ازاي. طيب فهنا الايزو منظمه دوليه، دي انشئت سنه 1946، بدات عملها فعلا في 1947، وتضم في عضوتها حوالي 561 هيئه تقييس وطنيه من ضمنها الايجاك. كلمه الايزو ما قلنا الايزوس يعني المساواه. طبعا الايزو في الجوده والبيئه والسلامه والمختبرات وخلاف حاجات كتير جدا في الايزو. واحد والعائله بتاعتها، نظام البيئه 14000 واحد، 18000 واحد الصحه والسلامه المهنيه، ده حتى في اداره المخاطر ال 31000، وتاني كمان واداره وحمايه امن المعلومات 27000 واحد. ازاي انا احمي معلوماتي؟ احط ازاي باسورد؟ اعمل 22000 سلامه الغذاء. طب سلامه الغذاء، انا بمعمل كهرباء، معمل جودي فارك، مالي سلامه الغذاء؟ لا ده مصنع بتاع غذاء، اذا كان في السادات ولا في العاشر من رمضان ولا 6 اكتوبر ولا ولا ولا، هم دول المصانع اللي بتاعت غذاء، هو متعلقه بسلامه الغذاء. طب انا عاوز امن وحمايه المعلومات، مهيئات تانية، تعال شوف المواصفه دي امشي عليها، تبدا تاخد شهاده الايزو في حمايه البيانات بتاعتك. وعائلات كثيره جدا في الايزو، في ده كل عائلات حوالي 27000 مواصفه بتصدرها منظمه الايزو العالميه في دي مواصفات، ويقوم بمنحها جهات اخرى غير ال 50000 واحد. نظام اداره الطاقه، نظام المعلومات، اداره الطاقه، المنظمات التعليميه اللي هي 21000 واحد. المهم حاجات كثيره جدا. طب اجراء، طبعا اجراءات وشروط الحصول على شهاده الايزو حاجات كثيره جدا. الناس ولا مش معايا؟ الساده الزملاء، سادة الزملاء، احنا معاك يا دكتور، احنا معاك يا دكتور. طيب معاك. الصوت تبعين. واضح ولا الصوت في حاجة؟ واضح، الصوت واضح، وبرضه السلايدز واضحه، وانا شايف بس السلايدز 230 سلايد، فعايز بقى زي الصاروخ. لا يا باشا، دي كده ايه، ده ترك لي كده عشان خاطر ايه تخليك معايا، يعني هي مش 230، لا لا معمول كده عشان ايه؟ عشان الناس تاخد بالها تقول ده في سؤال اهو، تمام كده. المهم الجهات المسؤوله عن جهات استخراج شهاده الايزو زي ما قلنا، الايجاك واليوكاس، شهادات كتير، جهات منح كتيره. الجهات دي تدي اعتماد دولي. يعني اعتماد دولي؟ انترناشونال اكريديشن، اعتماد دولي. هو فعلا انا باخد اعتماد دولي؟ ما هو الايزو دي معموله لاعتراف الدولي، يعني الشهاده اللي انا هاخدها من هنا اروح في اي مكان تسهل ما هي من ضمن اهميتها تسهيل التبادل التجاري بين الدول. طب ليه باخدها يا عم؟ انا اخدها وادفع فلوس،
انا بقول دايما الجوده لو ما جابتش فلوس ما لهاش لازمه. الجوده الجوده بفلوس، لو ما جابتش فلوس الجوده ما لهاش لازمه. اعمل ليه جوده واعمل تحسين مستمر ليه واحط بيدي كسايكل ليه؟ لا، الجوده خلي بالك تساوي ماني، الجوده تساوي فلوس اذا طبقت بالطريقه العلميه الصحيحه. الجوده تساوي فلوس اذا طبقت بالعمليه بالطريقه العلميه الصحيحه. اعتراف دولي، اعتراف رسمي من جهه مسؤوله عالميا، زي هنطبق نقول ايه المجلس الوطني للاعتماد عندنا بيعترف رسميا، وده طب هو ده الايجاد ده معترف به عالميا. لان في الايلاك، في الامبريلا بتاعته الايلاك، عضو هو منتسب في الايلاك المنظمه الدوليه للاعتماد الدولي، هو عضو فيها. زي ما هم بييجوا يراجعوا عليك في المعمل بتاعك، المعامل على فكره معامل طبيه، معامل غذاء، معامل هندسيه، معامل زراعيه، معامل تربه، معامل مدني، معامل كل معامل. فزي ما هم بيراجعوا على المعامل دي بتجيهم جهه رسميه من بره، عالميه من بره، بيفتش عليهم. بتفتش عليهم ازاي يعني؟ بتشوفهم شغالين ازاي؟ بتشوفهم شغالين على المواصفه، بس ليهم مواصفه ثانيه لل 17021. 17021 هي دي مسؤوله ايه بيهم. طيب خلينا في بتاع بتاعتنا اللي هي 17025. اعتراف رسمي من ايجاد بان معملك، والمعمل ده سواء اختبار او معايره، مطبق نظام جوده طبقا للمواصفه 17025، مش المواصفه 25000 واحد او 14000، لا انا مواصفتي 27 17025، وتطبق هكذا 17025 على 2017. وهناك مطلب اخر هو ملف الجوده لازم اعمله. طيب الاكريديشن بادي اللي هي الناتا في استراليا واليوكاس في المملكه المتحده، وانا طب انا ممكن اخد من الجاس في الاردن واخد اينس في الامارات، او خد زي ما انت عايز من اي جهه تاخد، بس خلي بالك كل ما تطلع بره كل ما تدفع بالدولار، هنا ارخص شويه. طيب المجلس الوطني للاعتماد هنا في مصر، هنا قلنا في مصر في اثنين اللي هو تبع وزاره البحث العلمي، وهنا في اعتماد اوروبي من فرنسا وفنلندا والدنمارك والمانيا، كل الدول دي اعتماد اوروبي او اعتماد يو اس اي او في ايجيبت النلاب او الايجاك. طيب لو بصينا على الاعتماد الدولي في مصر، هنا قلنا في وزاره البحث العلمي، المعهد القومي للقياسات المعايره للنيس، وبرضه وزاره الصناعه تبع، يعني في واحد تبع المعهد القومي للقياسات المعايره يتبع وزاره البحث العلمي، والمجلس الوطني للاعتماد بيتبع وزاره الصناعه مباشره. بس دلوقتي كل المعامل كلها بيجي تبع المجلس الوطني للاعتماد لوزاره الصناعه، هي المعتمده اللي هي شهاده المنح، بتدي كمان للمعهد القومي للقياسات المعايره، بتدي له عشان يطلع ايه؟ يعمل عندهم البي تي. واعتقد ان المهندس محمد سليم عمل البي تي عند المعهد القومي للقياسات المعايره. وفي معامل كثيره، الايلاك هي المنظمه الدوليه بين هيئات اعتماد المختبرات كلها، تضم يعني معموله من اكثر من 30 عاما، وفي اكثر من 70 منظمه منطقه ومنظمه. المهم دي الايلاك، ليه بالظبط الايلاك؟ هنقول ان اهميه تطبيق منظمه الجوده بتاعتي. زي ما قال معالي الوزير محمد سليم ان الجهه العليا هي اللي عايزه. طب واللي عايزه ليه؟ في مصانع، طبعا الحمد لله احنا دلوقتي عندنا مصانع في المحولات والعزلات والكابلات والحديد والصلب وكثير جدا، والاغذيه بتصدر بره. فيجي المستورد يقول لك تعالى يا حبيبي انت واخد الايزو، يقول لك تقول له ايوه واخد الايزو 1001، لا ده الايزو دي بتاعت توكيل الجوده الاداره العليا، اداره انا عايزك تاخد الايزو 27 معملك كمعمل. والاهميه ال 17025 عن باقي باقي شهادات الايزو، ان دي بتتكي شويه على الفنيات بتاعت المعمل، على الفنيات يعني اكثرها هي تكنيكال شويه اكثر من هي ايه اداريه. هي ده هو بيقول لك لو انت شغال 19001 هات بند 8 ده كله وطبقه عندك وخلصنا، لكن البند اللي هو 4 و5 و6 و7 كله ده فنيات خاصة بالمعمل. يعني المعمل ده هو الوفاء تكنيشن ولا لا؟ انا مهندس، بس انا فرحان ان انا مهندس فني وليس مهندس وخلاص، مهندس انفار، يعني زي ما بقول انا بعلم بعض الحين بيقولوا ايه مهندس انفار، لا انا مهندس فني، وبس مش مهندس فني ده كمان دكتور فني، يعني بشتغل بايديا، بحب اشتغل بايديا. ومعظم اساتذتنا الموجود معانا
انا ما اعرفش انا مش شايف ناس يعني عالمين يعني اذكر منهم يعني يعني على سبيل المثال الحصر الدكتور محمد يمان مش عارف معانا ولا لا، الدكتور المهندس محمد اسماعيل، المهندس فاروق الحكيم، ناس كثيره جدا شغاله بايديها في في ايه في الشغل العملي بتاعها. فدي بقول مهندس فني فيبقى فاهم اكتر شويه من مهندس ايه، لا تعال انتوا شويه العمال وشويه مهندسين روحوا هنا وتعالوا هنا واعملوا الشغل دي ويشرف عليهم واخر النهار يمشي. لا، لازم الخبره بتاعه المهندس بنقول عليها ايه، انها الخبره الحقيقيه للمهندس مش بايه بعدد السنوات ولا لا، اللي هي تحويل اي مشكله علميه او هندسيه الى معادلات رياضيه يمكن حلها بواسطه كمبيوتر. عندي مشكله، المشكله دي يعني في مشكله قدامي، هيبدا هو يفكر فيها ومعاه ورقه وقلم، ورقه وقلم ويكتب ويعمل بقى معادله، والمعادله دي يبدا ايه يبدا يحللها بقى ويحط فيها متغير من هنا ومتغير من هنا وفاريبل من هنا وثابت من هنا وده من هنا، ويبدا يعمل ديفرنشال ايكويشن ويعمل بارشل ديفرنشال ايكويشن، ويبدا يصيغ المشكله بتاعته اللي شافها دي في صوره معادلات رياضيه يبدا يحلها بالكمبيوتر، يبدا يشوف الريسبونس بتاعه، يبدا يقول لك خضع فين بالظبط او السيتويشن هيحصل فين بالظبط. ده القدره الحقيقيه الخبره الحقيقيه للمهندس. طيب اذا هنا شهاده الايزو الراجل قال لي تعالى انا والله كل ما صنع حاجات اللي هي سواء في المحولات او زي ما قلنا ايه اي منتج، انا مش هقول حاجات معينه بعينها، والله يعني الراجل اللي هو المستورد قال لي لازم تاخد الايزو. فاذا الاداره العليا لازم يكون عندها يعني القابليه، عند هي 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 اللي عندها الدافع عاوز تاخد الايزو. ليه عاوز تاخد الايزو؟ لان التبادل التجاري بين دول واقف. انا بصنع محولات، بصنع كابلات، بصنع حل صلب، بصنع تعزيه، بصنع الناس مش عاوز تاخد مني، بيروح للمصانع الثانيه. وزي ما قالت الدكتوره مروه من شويه، لو انا ما خدتش الجوده هتداس بالرجلين. خلاص يا عم، في غيرك اكفى، لان الجوده يا عم ما انا كفء برضه، بس اثبت لي انك انت كفء. انا كفء من غير ما ايوه انت كفء يا دكتوره عادل وكل حاجه، بس وريني الشهاده بتاعتك. معلش انا عايز اشوف الشهاده بتاعتك، شوف الدكتوراه بتاعتك، شوف الاستاذ بتاعك ايه. لما اروح اقدم على شغل يقول فين الشهاده بتاعتك، لو رحت نقابه المهندسين فين الشهاده بتاعتك، ادي الشهاده بتاعتي اهي مش المهم. فهنا لازم يكون الاداره العليا هي المسؤوله عن المسؤوله عن ايه، عن تحفيز العاملين وتحفيز الاستاف في المختبر. طبعا زي ما قلنا ان المعمل حصوله على الجوده وحصوله على الايزو بيزود ايرادات وارباح الشركه، لانك انت المختبر ده بيكون قادر على توفير نتائج موثوقه وصحيحه تقنيا. المختبر برضو فوائد زياده الثقه في نتائج الاختبارات، قالها معالي الوزير محمد بن سليم، وتقليل الاوقات الضائعه عن شكل الاختبار، وفي قبول نتائج المختبر دوليا، حاجات كثيره جدا. في فوائد تكتيكيه وفوائد ايه؟ سيؤدي التبادل التجاري بين الدول. طب هل يستفيد المستهلك من تطبيق المواصفه دي؟ طبعا بيستفيد المستهلك. انا كمستهلك بستفيد، زي ما قلنا مثلا لو انت مثلا هتقول انا مثلا بعمل كهرباء في بيتي شقه كهرباء، واقول ايه؟ هروح اجيب السلك السويدي ده، السويدي المعتمد، وانا واخده كده واخده معتمد. يعني ايه؟ يعني السلك ده مطابق للمواصفات، يعني ناس عملته كفاءه عاليه جدا، يعني معناه حاجات كثيره بالنسبه للمستهلك. بتاخده وتركبه عندك. لما انا اروح لمعمل مختبر مثلا او معمل اي معمل وابص الاقي او شهاده اي شهاده معاه، الله ده كده. وانت تبص على المختبر كده على معمل، على اي معمل يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم، ما تروحش المعامل ان شاء الله، تبص لك المعمل نظيف وناس كفاءه وناس محترمه وناس، ما هو دول عاوزين رضا العاملين، رضا الكاستمر، رضا، وكمان مش راهم بس، ده فوق تطلعاتهم. فبالتالي انت بتكون مبسوط بايه؟ بالنتيجه اللي طالعه من المختبر سواء من المعمل. وبالتالي الدكتور او المعالج هيدي لك علاج صح، لانه ما كلامه هيتبني على نتائج موثوق منها. طيب دي كانت معامل. بصراحه المعمل بتاعنا برضو زي ما وليد اوردتنا بنديها يعني في مصانع وشركات، دي زيارات معينه. دي الشهاده الايزو هنا في حوالي 5 دورات بناخدهم، ودول ممكن برضو بالتعاون مع
لجنه التدريب، الاويرنس والاستيميشن اوف انسرتينتي والكواليتي كنترول والريسك اسيسمنت، واخر حاجه الانترنال اوديت. دول كلهم دورات معينه باخدهم. طبعا لازم ابني النظام بتاعي، لازم ابني السيستم بتاعك، الكواليتي مانوال بتاعك لازم تبنيه. كيفيه الحصول على الاعتماد، عندي طاقم العمل بتاعي لازم ادربه. ادربه على مين؟ على يعني دي دورات خاصه بايه؟ خاصه بالاي سي تي بي او الويندوز وورد واكسل؟ لا، دي دورات خاصه بالمعمل بتاعك، بالاورنس اللي انا قلت خمس دورات اللي اخذتهم دول، وبالاضافه الى الميني تاب يعرفه والاكسل يعرفه. الظروف البيئيه بتاعتي والاجهزه لازم تكون اصدار الشهادات. الظروف البيئيه بتاعتي اجيبها منين؟ يعني عندي معمل انا، والمعمل ده عاوز في البدايه خالص اجهز معمل. اجهز المعمل ازاي؟ اشوف الاسكوب بتاعي، هجيب اجهزه، الاجهزه دي تشتغل عند درجه حراره كام؟ 25 ولا 20 ولا 10؟ لو هي 20 يبقى لازم اجيب تكييفات، واحسب بقى الحجره بتاعتي كام في كام، وواحد ميكانيكا يقول لي انت عايز تكييف الحصان او 10 حصان او زي ما يكون. بنجهز ظروف البيئه بتاعتي باستقبال اجهزه بتاعتي، وطرق القياس كمان. المعمل الاختبار بتاعك بيتم عند درجه قياس، درجه حراره كام؟ 25 درجه ولا 40 درجه ولا كام بالظبط؟ وكيف اصدار الشهادات؟ ده اللي هي المطلوبات العامه كفايه الاختبار. ان المواصفه دي هي 17025. طب من زمان اسمها كده؟ طب اسمها كده من زمان 17025. اول ما طلعت كان زمان كان اسمها ايزو جايد. يعني طب نرجع زمان خالص، ودايما نقول ايه؟ هو اول واحد خد دكتوراه مين ادى دكتوراه مثلا؟ ها؟ اول واحد اخذ دكتوراه مين ادى دكتوراه؟ ما حدش، ولا في حد ادى دكتوراه؟ دكتوره مروه. اول واحد خد دكتوراه مين؟ طب اللي ادى دكتوراه ده مين؟ ففي يعني في واحد مهندس كان موجود وادى الدكتوراه لواحد، قال له هنعمل لك شهاده دكتوراه، خد شهاده دكتوراه، اصبح هو بقى اول واحد خد دكتوراه. في واحد قبل منه ما كانش واخد دكتوراه، بس كان عنده علم غزير جدا فادى دكتوراه. هنا الايزو، اول ما بدات زمان ما كانش اسمه ايزو 25، كان اسمه ايزو جايد. ايزو ايه جايد؟ يعني كان ايه؟ يعني حاجات استرشاديه سنه قبل سنه 99، حاجات استرشاديه كده، استرشاد. لان زي ما قلت لك كلنا احنا بنعمل جوده، كلنا سواء في البيت او داخل البيت او خارج البيت بنعمل جوده. انت بتركب العربيه بتاعتك بتسوق بجوده، بتسوق ما تصطدمش بحد، ما تعملش حوادث، تحافظ على العربيه بتاعتك، بتشتغل بجوده. لما تكتب خطاب عاوز تكتبه حلو، تكتبه جميل، شغال بجوده. لما تروح تعمل اي حاجه اكل في البيت وهي دافئ، بتشتغل بجوده. عاوز الاكل بقى في البيت، ست بقى في البيت تعمل اكل حلو وجميل واولادها وجوزها في البيت، يا سلام لو كانت الاكل ده يبقى انت ايه مبسوط مني. ايوه لا، اذا احنا بنعمل جوده، عاوزين بقى الجوده دي نكتبها. قال لك خلاص نعمل، زمان كان كل واحد يعمل بمزاجه كده، قال لك لا عاوزين نوحد احنا المعايير دي، نوحدها في ايه؟ في مواصفه كان اسمها ايزو جايد، بالتعاون مع المنظمه الدوليه للمعايير ايزو واللجنه الدوليه للتقنيه الكهربيه اللي هي اي اي سي، كان اسمها ايزو جايد 25. وبعد كده سنه 99 تم اصدار اول اصدار ليها مع اخذ باعتبار متطلبات المواصفه 9001. 9001 ظهرت قبليها ب 87، فظهر اول اصدار ليها في كام؟ سنه 99. طيب سبتت؟ قال لك لا، في 2005 عملوا تعديل عليها. طب غيروا اسمها؟ لا ما غيروش اسمها، زي الويندوز. ويندوز زمان لو انت شايف زمان كان ويندوز 11، بعد كده 95، بعد كده 98، بعد كده مش عارف ويندوز كام، بعد كده ويندوز كام. الناس اللي عايشه ايام زمان بتاعتنا يعني 11 زمان ده، وكان قبلها تبص ومش عارف. فهنا الايزو 17025 في 2005 ظهر تعديل. طب ليه ظهر؟ ليه بيظهر التعديل؟ لان الناس بتقرا وبنلاقي فعلا في تعديلات معينه، بنشوف من 99 ل 2005 ست سنين ظهر، عمل تاكيد كبير على مسؤوليه الاداره العليا وفي الاخص فيما يتعلق بالزبائن. ظهر الاصدار الثاني في 2005، وكان هما بندين، تكنيكال ريكوايرمنت ومانجمنت ريكوايرمنت، يعني متطلبات عامه، متطلبات فنيه ومتطلبات اداريه بس. دول 10 و15، 15 بند، ودول 15 بند، 10 و15 بند، خلصنا كده. ف 2017 من 2005 ل 2017 في جاب كبير اهو، 12 سنه. قال لك لا ده في علم بيتغير. ايه اللي بيتغير؟ بيقول لك في مخاطر،
في الريسك بيز ثينكينج، التفكير المبني على المخاطر. مش محطوطه ليه؟ في علم ظهر جديد ان انا مش هستنى لما الخطر يقع وبعد كده اروح اعالجه. قال لك لا، لما انت فكر في الخطر ده قبل ما يقع وعملت ايه عشان لما يقع الخطر ده تبقى عندك خطه مسبقه. قال لك خلاص ماشي، ده حطنا في الاصدار ده. فبالتالي ده حاجه من ضمن ايه؟ من ضمن التعديلات في 2000 وكام؟ في 2017. في 2017 30 نوفمبر 2017 ظهر الاصدار الجديد ده، وكان فيه فليكسبيليتي شويه، وظهر فيه الريسك بيز ثينكينج، وظهر فيه جريتر فليكسبيليتي، لان كان فيه شويه حاجات في 2005 وكان الاسيسور يتك عليها وحاجات مش مهمه بالنسبه للمعامل. فقال له خلاص يا عم، لو هي ابليكابل عندك ماشي طبقها، ومش يعني حسب ايه راي، ايه راي المعمل فيها حاجات معينه. وكمان السامبلنج تيست، قال لك تروح عند المعمل يقول لك انا بص انا شغال على الشغلانه دي. طب مين اللي اختار مين اللي اختار العينه دي؟ عينه كابلات مثلا، اختار الحته في الكابل ده. طب انا ليش دعوه هنا، ده هنا في سامبلنج لابوراتوري، يعني الكابل الكبير ده انت خدت حته صغيره منه، اشمعنى الحته دي؟ اشمعنى الحته دي خدتها؟ ده في مواصفه عندك في معمل سامبلنج. عرف بقى المواصفه دي، عرفت يعني ايه سامبلنج لابوراتوري، عرفت تيستنج لابوراتوري، عرفت يعني ايه كاليبريشن لابوراتوري، عرفت يعني ايه سامبلنج لابوراتوري. المواصفه هنا فيها تعريفات طبعا كتير جدا، ولو استعرضنا برود المواصفه نستعرضها كده، المواصفه 1 2 3 موجودين في كل المواصفات. بند 1 2 3 موجودين في كل المواصفات. اول حاجه الاسكوب، الاسكوب ده المجال، مش مجال المعمل، مجال المواصفه. مجال المواصفه دي ايه؟ خاصه بالمعمل، ده الاسكوب. بعد كده النورماتيف ريفرنسز، يعني انا لما اكتب رساله ماجستير ودكتوراه بكتب الريفرنس في الاخر، المراجع بتاعتي في الاخر، فهو دي جاب المراجع منين. بعد كده 3 مصطلحات وتعريفات، تيرمز اند ديفينيشن، تعريفات كده. انا زي الديسيشن رول، زي البي تي يعني ايه بي تي، زي يعني ايه انتر لاب كومبارزون، زي يعني ايه امبرشات يعني ايه الحياديه يعني ايه، زي الكونفيدنشيال يعني ايه، حاجات تعريفات كده بيحطها لك عشان لما يستخدمها داخل داخل المواصفه يبقى انت عارف التعريف ده معناه يقصد بيه ايه. من بند 4 بقى هو بقى لب البادي بتاع مين؟ المواصفه بتاعتنا اللي ما كانش موجوده في المواصفه اللي فاتت اللي هي 2005. قال لك اول متطلب الجنرال ريكويرمنت، المتطلبات العامه. متطلبات عامه، عامه في كل المعامل، وهي حياديه وسريه اللي هي الامبرشاليتي والكونفيدنشاليتي. وعاوز المعمل يتمتع بالحياديه. يعني ايه يتمتع بالحياديه المعمل؟ ويعني ايه يتمتع بالسريه؟ يتمتع بالسريه عارفينها ماشي، سريه المعلومات. يعني سريه المعلومات لازم اوضح للعامل والفني والمهندس وقائد العمل ومدير المعمل ان في سريه المعلومات. يعني انا جيت عملت اختبار عند المهندس محمد سليم، انا شغال في الكابلات، عملت مصنع كابلات عندي ورايح اعمل اختبار، والاختبار بتاعي فشل، فشل عنده، عملت مره واثنين فشل. يروح هو بقى ايه؟ طبعا هي سريه المعلومات. واحد بقى ساله والله الدكتور عادل على المصنع وكده، ايه رايك الكابلات بتاعته حلوه ولا مش حلوه؟ يا عم ده انا عملت له كذا اختبار وسقط فيه، ده كابلاته فاشله. لا يتكلم يمين ولا شمال، غلط، ممنوع، تمام. دي بقى سريه ايه؟ المعلومات. سريه ايه؟ المعلومات. يبقى هنا في سريه. طب دي تكتب ازاي؟ لازم ورقه تكتب بكده. بعد اذنك يا دكتور عادل، حضرتك لمست نقطه مهمه جدا. اتفضل. الناس مش واخده بالها، هي مفروض انها بقى يعني فاهمين بقى لما حضرتك سقط الكابل بتاعك انا اسيح لك بقى في جمهوريه مصر العربيه واقفلوا المصنع. ادي دماغ بقى، الدماغ اللي بتبقى دماغ لفه شمال شويه. بالظبط. فانا اشكرك على توضيح ده، انا ما كنتش محطوطه في الحسبان خالص ان انا اتكلم بالنقطه دي، لكن ما دام حضرتك ذكرتها فدي من سريه المعلومات، ان لا يجب ان انا افصح على ما تم من اختبارات وان كانت فشلت من عند حضرتك. المعمل لو ثبت ان هو قال المعلومه دي والعميل قال انا خدتها من فلان، الايجاك تقفل لك المعمل بتاعك على طول. ليه؟ لانك انت ما التزمتش بالسريه وبسريه البيانات. زي مثلا نروح مثلا المعمل المركزي، رحت انا احلل الفيروسات ولقيت ايه عنده فيروس بي وسي وايه،
يجي واحد والله الدكتور عادل يتجوز بنته ومش عارف ايه، ايه رايك؟ صح الراجل ده صحته كويسه، الراجل ده كذا. يا عم اسكت يا عم، ده عنده فيروسات الدنيا كلها، عنده ده عنده بي سي ار وعنده 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 وعنده. يا عم صحته زي الفل يا عم، اسكت يا عم، انا اللي عارف، انا اللي عارف. طب عندي مش صح دي، خلي بالك في في معلومات كمان، معلومات فظيعه يعني. هتقول لي اه يعني امن قومي، دي المواصفه بتقول كده، انا مش بقول الحاجات دي. لازم المعلومات تكون سريه تماما في كونفيدنشاليتي عندي، الا اذا كانت السريه دي طلبتها المحكمه. اذا كانت طلبتها المحكمه فلا سريه في هذه الحاله، لازم افصح للمحكمه انا دي سريه بتاعتي. لو رفعت قضيه ده لازم اقول عند المحكمه خلاص ادي ورقي وادي كل حاجه. مين اللي كده؟ مش كلام عادل عباس، ده كلام مواصفه، المواصفه هي مكتوب كده. طب مين اللي هيثبت كده؟ في مستندات انت يا ريس في البتاع ده، في السيستم بتاعك بتعمل مستندات وتعمل السيستم بتاعك وتكونه وتقول انا اتمتع بالسريه والحياديه التامه. طب الحياديه هي يعني حيادي امبشياليتي، لا مع ده ولا مع ده، مش دعوه بحد معايا، لا لي دعوه بشغلي وعملي. طيب في وفي عندك كمان اللي هي في سريه وحياديه وفي تضارب المصالح، في تضارب المصالح. ان انا والله لو جالي واحد وحاجه معينه من معمل تاني، لا معلش انا مش هقدر اعمل الشغلانه دي، لان دلوقتي في تضارب مصالح معايا انا ما اقدرش اعملها. وعادي خالص مش هيقول لي انا الراجل، خلي بالكم احنا بنضرب مع على معمل يمكن واحد بس، ان معظم معامل اغذيه، معامل اغذيه اروح اشتري انا، لا اوعى تشتري البتاع ده الملوخيه المعلبه دي وبتاع ده بالمصنع دي، ده انا رحت عندهم واختبرت عندهم زي مش كويسه. لا طبعا مش دعوه، انا ما اشتريش ماشي، معليش دعوه، عاوز تشتري اشتري انت حر، في رقابه بقى عليه هي اللي تعمل كده. المهم دي مطالبات عامه، الحياديه والسريه موجوده في المواصفه بتاعتنا. في بعد كده متطلبات هيكليه، استراكشر ريكويرمنت. لازم المعمل يكون ذو طبيعه كينونه قانونيه، يعني ليه سجل تجاري وطاقه ضريبيه وخلافه، مش كده معمل في الهواء وخلاص. ده هو هيطلع تقارير، والتقارير دي يبنى عليها قرارات مصيريه. قرارات مصيريه؟ اه قرارات مصيريه، انت ممكن تصدر بره، تصدر بره، تستورد بره وتعمل قرارات مصيريه. فلازم معملك يكون ذو طبيعه قانونيه. وطيب البند 6 متطلبات الموارد، شوف هو عمل لك ايه؟ قال لك ايه؟ جنرال ريكويرمنت، بعد كده ريسورس ريكويرمنت، ركز كده، ريسورس ريكويرمنت بالعربي كده متطلبات الموارد. ويعني ايه موارد؟ لما نقول احنا مواردي انا عن نفسي اقول مواردي ايه؟ مواردي في البيت بتاعي، عندي مرتب بتاعي، عندي كذا، عندي كذا، لا بقدر اشتري فيلا، اقدر اشتري عربيه، لا يا عم ما اقدرش. فعندك ايه الموارد اللي عندك؟ ايه الموارد اللي عندك؟ ايه الموارد اللي عندك انت في المعمل؟ اول حاجه في المعمل البيرسونيل، الافراد البيرسونيل، موارد بتاعتي. من هم الافراد دول؟ قال لك لازم الافراد دول يكونوا مدربين على ايه؟ مش بس على الاختبارات بتاع السكوب بتاع المعمل ده، مدربين على المواصفه بتاعتهم وحسابات الانسرتينتي والكنترول تشارت، ومدربين على انترنال اوديت، ومدربين على الميني تاب، ومدربين على الاكسل، وعندهم كفاءه عاليه في عمل الاختبار. ازاي؟ لان هيجي لك الاسيسور اللي هو المقيم الفني اللي جاي من الجهه المانحه لشهاده الاعتماد هيختبرك. مش كده والله ابعت لي السي في خلاص انا منحتك، لا منحتك ايه؟ ده هيجي يختبرك ويقول لك لو سمحت اعمل لي، بصراحه كده لو سمحت اعمل لي التجربه دي. انت داخل في سكوب مثلا 10 تجارب، في 10 تجارب دي اول تجربه، اول مره هيشوف كل التجارب، اول مره اعمل التجربه دي قدامي لو سمحت. هو واقف كده ساعدته كده اهو وشايفك بتعمل. خلي بالك هو ايه اللي هيجي لك ده؟ لو هو كهرباء يبقى هو مهندس كهرباء، لو هو في غذاء يبقى هو تابع الغذاء، لو هو مش عارف كذا يبقى يعني هيجي لك واحد ايه يعني تكنيشن عالي جدا. الجهه المانحه ما تديله دورات وعارفاه وعارفه طبيعه عمله وعارفه، مش واحد مثلا في الهندسه مدني هيجي لك على واحد في كهرباء هيشوف تجربه كهربيه، واحد مدني هيجي تجربه لا ده هنا تكنيشن ده. المهم هيعمل لك ويتنس ويشوف التجربه. احسب لي كمان لو سمحت الانسرتينتي، طلع لي تقرير. لو شافك بتعمل حاجه غلط هو مش جاي يعدل عليك ولا جاي يختبرك، خلي بالك هو جاي يشوف، حتى بيقول لك شو مين وريني، يعني
مش 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 بيسألك أسئلة. لك شو مين وريني لو سمحت، وريني لو سمحت، وريني دي بس ورهاني، أنا عايز أشوفها علشان يطمن قلبي، مش قلب الشخص اللي قدامك، لا الشخص ده بيمثل جهة المنحة أيا كانت، فهو اللي بيمثلها، هو عيونها، هو قلبها، هو عقلها، فبيمثلها شو مين، وريني حتى دي، يقعد معك ساعة ساعتين ثلاث ساعات زي ما أنت عايز والله قعد. بس خلي بالك قعدت ثلاث ساعات ومعاه واربع ساعات ايه عندي تلسكوب تاني كتير، خلاص انا هعمل تجربتين دول الباقي مش هتعملهم، خلاص انت حر مش هدخل تلسكوب كله. فاذا الافراد اثبت انه وريني انه باخد دورات وخدوا شهادات وخدوا شهادات المراكز معتمده. اتفضل. الصوت قطع في الدقيقة اللي فاتت دي، يعني أقل من نص دقيقة الصوت قطع. طيب ماشي أعيدهم تاني حتة صغيرة بس. الأفراد البرسونالز البرسونال الأفراد يكونوا مدربين تدريب عالي جدا على إيه؟ على التجربة بتاعتك، على حسابات الأنصر تنتي، وحسابات الأنصر تنتي بالذات ليها دورة كاملة. ويعني أنصر تنتي يعني اللا يقين في التجربة. مدربين الافراد على ايه تاني كمان؟ على الـ على الانصر على الحسابات اللا يقين والانترنال اوديت وعمل مراجعه داخليه على نفسهم. مدربين على كيفيه اداء التجربه بكفاءه عاليه جدا. ايه اللي يثبت كده؟ ايه اللي يثبت كده؟ ورق مكتوب وخطه، في خطه تدريب موجوده. تعمل لي خطه، عاوز اشوف خطه التدريب بتاعتهم دي. فين خطه؟ فين شهادات التدريب بتاعتهم؟ ادي الشهادات اهي. طب الشهادات دي من مكان ما؟ لا، شهادات من مكان موثوق منه، مش اي شهادات وخلاص. لازم ليه؟ لان الاسيسور المقيم يعني او المقيم الفني هيبص على الشهاده. والله طب بعض الاحيان بصير على الشهاده رغم اني انهم حصلوا شهادات لكنهم يحتاجوا الى اويرنس كذا كذا كذا، ودي انتوا واخدين دورات بس مش 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 كفاءه فيها. عادي خالص نكتب كلام ياما، كتبنا كده كتير معايا ولا لا؟ طيب يا دكتور اتفضل. الاسيسور بيبقى قاعد اثناء ما اللي هو البيرسونال او الاثورايز بيرسون اللي بيعمل الاختبار بالاسيسور بيتحقق اولا من ان المعده كالبريتد، تمام، وان الكالبريشن سيرتيفيكت فاليد، والمهندس انه برضو او المهندس او اللي هو بيقوم بالاختبار برضو انه يعني حاصل على الدورات التدريبيه بتاعته وانه هو القائم بهذا الاختبار، وده تمام. كله بيسجله معاه. تمام فضل. المرافق وظروف البيئه بند كام؟ كل مين في بند 6 المتطلبات الموارد facilities and environmental condition. ظروف البيئه، ظروف البيئه انا بعرفها ازاي؟ انا والله المكان مكيف وتمام نظيف انظيف، لان بعض الاحيان التجربه بيأثر عليها الدست، الطرق الاتربه، لازم المعمل يكون نظيف. موجود في المواصفه؟ موجود في المواصفه. ده بعض الاحيان يديك ان سي لان التجربه بتاعتك بيأثر عليها الموجات الكهرومغناطيسيه. موجات كهرومغناطيسيه بتأثر على التجربه، انت ما عملتلهاش ميتيكيشن، ما عملتلهاش ازاله، ما علشتهاش، ما عملتش ايرسنج، ما عملتش جعبيه، ما عملتش كذا. إذن في هنا العوام المرافق والظروف البيئية لازم تكون مطابقة لما هو موجود في المواصفة. طب المواصفة دي مكتوب فيها كل الظروف البيئية بتاعت المعامل كلها؟ لا، انت الاسكوب بتاعك ايه؟ مش الايزو دي، ايزو والاي سي، يعني في تعاون على الاي سي والايزو. اروح انا لمين بقى؟ اروح للمواصفة بتاعت الاختبار، اشوف الاختبار بتاعي ده بيتعمل عند درجة حرارة كام؟ 20 درجة. أقول له درجة الاختبار بتاعتك بيتعمل عند درجة 20 درجة ودرجة الحرارة دلوقتي ده فوق 30. طب ده مفيش كمان جهاز بيقيس درجة الحرارة ان سي. لازم جهاز يقيس درجة الحرارة ويسجل درجة الحرارة دي عند الاختبار، وجهاز جهاز الحرارة درجة الحرارة يكون متعاير. متعاير. المواصفة قالت كده. ما عندكش ده النسي. اذا المرافق والظروف البيئيه، يعني انت خلي بالك احنا دايما بقول لهم يعني الراجل بتاع الكنترول المهندس كنترول، المكان مكيف ونظيف مش عشان خاطره هو، لا عشان خاطر الاجهزه اللي فيه.
فتلاقي ايه مهندس الكنترول ده قاعد بقى في التكييف ومصان كده وحاجات هنا، رحنا اسوان ورحنا هنا وهنا، تلاقي مهندس التكييف ومهندس الثاني مهندس الثاني قاعد في الشمس يا عيني، وقاعد هنا يقيس هنا ويعمل هنا ويعمل هنا، والثاني قاعد في التكييف. هو مش تكييف مش عشان خاطر هو، عشان خاطر الاجهزه، الاجهزه دي لو درجه الحراره رفعت 30 درجه او 35 هتهني، هتوقف كده زي اللابتوب بتاعك كده، لو وقف كده ودرجه الحراره رفعت في من غير مروحه، المروحه بتاعت اللابتوب هيوقف على طول. فاذا لازم تبريد موجود. فالتبريد المهم هنا فدي المرافق والظروف البيئيه. نيجي للمعدات الاكيوبمنت، الاجهزه. الاجهزه دي المواصفه قالت عليها، المواصفه قالتش على كل جهاز ايه، لكن الاختبار بيقول لك الاجهزه دي لازم تكون متعايره، لازم تكون متعايره. متعايره فين؟ في معمل طب، في معمل واخد ايزو 17025، اي معمل واخد 17025 واخد شهاده المعايره وايه ومش معموله معايره السنه اللي فاتت ولا قبليها ولا قبليها. طب افرض عندي اجهزه مساعده لازم تعاير برضه. فالتكنيكال اسيسور هيشوف زي ما قال المهندس محمد سليم، هيشوف الاجهزه متعايره ومش متعايره، الليبل بتاعك ملزوق على جهاز المعايره ولا لا. الليبل اللي بيجي معاك كده يقول لك شهاده المعايره متعايره لحد سنه 5/7/2021. لو انا جيت لك في في في, في اغسطس اقول لك لا يا حبيبي المعايره دي انتهت خلاص، المعايره دي انتهت ان سي. طب انا ممكن اعاير يا دكتور خليها مثلا سنه ونص، لا هي سنه. طب لو حصل يبقى اعمل خطه معايره واثبت لي ان الجهاز ده بيقيس صح طول السنه وفي انترميديت تشيك وفي كذا وفي كذا، ويرسم الكيرف بتاعه وانه ده المعايره بتاعته مش الجهاز لسه شاريه جديد، لسه ما اشتغلش بيه غير 5 مرات في السنه، ما هكذا كثيره جدا. بس اكتب ده كله، اكتب احنا قلنا جوده ايه؟ الجوده. اكتب ما انت تفعله، اكتب ما انت تفعله، تمام كده؟ الحراره تؤثر او الساعه ساعه طبعا الحراره الطور اس كيو سي والحراره تؤثر ايه يعني. المهندس عبد الرحمن عادل معانا؟ عبد الرحمن عادل ايوه دكتور معالي اتفضل. كنت بتقول يا دكتور اس كيو سي، ايه الاس كيو سي ده؟ يعني الاس بي سي والحسابات اللي بتتعمل على الميني تاب، زي ان احنا بنتاكد منها ان النتائج بتاعتنا نورمال. كاتبها اس كيو سي، ايه اس كيو سي ده تقصد بيها؟ statistical quality control يعني يا دكتور. إيه؟ بالنسبه لنا statistical quality control. ايوه صحيح، تمام. الـ بالنسبه للحسابات اللي عندنا زي اختبارات اللايقين مثلا او أيوة. او اختبارات الفرضيات اللي بتحصل، وطبعا يعني زي ما حضرتك عارف ان الموضوع متشعب وبينضم ليه الانترفال كونفيدنس بتاعت العينات وخطط الفحص والسامبلينج. ده طبعا مطلوب بالنسبه ل 17025. وكنت عايز اسال حضرتك يعني سؤال لو حضرتك تسمح يعني. اتفضل. ان انا شايف كده ان من بنود المواصفه ان هي ما بتتبعش الهاي ليفل ستراكشر اللي هو جات لنا بيه المواصفات الجديده لنظم الاداره، ان هي مختلفه شويه من بند 4 يعني. في كل المواصفات كان الكونتكست اوف اورجانيزيشن، سياق عام للمنشاه. هنا انا شايف ان الموضوع سبيسيفيك لللابوراتوري اكتر يعني. يا فندم دي في المطالبات الهيكليه، في الهيكل التنظيمي وكل حاجه دي موجوده في الهيكل التنظيمي، سياق عام المنظمه موجود في الهيكل، في الاستراكشر ريكويرمنت بند 5. تمام يا دكتور موجود. بس ممكن شيفتنج بقى، كان عندنا في كل المواصفات في الهاي ليفل استراكشر البند 4 اللي هو كنت بكسر بند 5 هنا. تمام كده؟ تمام يا دكتور، تمام جزاك الله خير. تمام، نيجي بعد كده بند 6 المعدات، بند 7 التريسيبيليتي، القياس بتاعك. خلي بالك الاستنادي القياس، القياس اس اي يونت ولا النظام الامريكي ولا النظام المصري ولا النظام البريطاني ولا النظام الانجليزي ولا ايه. التريسيبيليتي استنادي المقاييس بتاعتك. احنا عندنا طبعا مقاييس، احنا لو خدناها في الانسرتينتي وقلناها امبارح والبارح، الاس اي يونت اللي هي المتر والكيلوجرام والسكن وعند الامبير وخلافه، ده كلها في اسناد قياس وتجيبها من شركه معايره. نيجي اخر حاجه في المطالبات الموارد اللي هي الاكسترنالي بروفايدد برودكتس اند سيرفيس، يعني الخدمات والمنتجات الموفره خارجيا. طب الخدمه نفسها تقدر تعمل لها انت استبيان وتشوفها المنتج نفسه جاي منين، الحاجات دي جايه من الشركات اللي عندك اللي وردت الاجهزه اللي عندك دي، بيان بيها الخدمات والمنتجات الموفره خارجيا، حتى
جهة المعايرة هي تقدم لك خدمة في المعمل، حتى الجهة اللي تمنحك شهادة الاعتماد برضو اسمها تقدم لك خدمة عنها. طيب بعد متطلبات الموارد في ايه؟ نقول ايه؟ نتوقع ايه كده؟ حد يقول كده؟ متطلبات ايه؟ بعد موارد في مين بعد كده؟ حد يقول لي كده؟ نعمل شيء شوية. الموارد أيوه؟ متنوعة زي الموارد البشرية. بعد ستة ليه؟ بعد ستة. لا خلاص ما هو ده كله في الموارد بتاعتنا. سبورت يا دكتور. البشرية وكل حاجة. البن سبعة بقى ايه؟ متطلبات العملية. البروسيس ريكويرمنت. والعملية هنا مش العملية الجراحية. خلي بالكم. العملية هنا يقصد بيها الاختبار. ما توجع ولا تزعر ولا تتفرق. الاختبار. ما تزعر وتتفرق أيوة. يا ابن الجزمة. نعم. تفضل. متطلبات العملية. والعملية هنا يقصد بيها مين؟ الصوت واضح؟ واضح يا دكتور. سامعين ومتابعين. المتطلبات العملية البروسيس ريكويرمنت يقصد بيها هنا مين؟ متطلبات الاختبار، متطلبات الاختبارات اللي عندك، مش العملية اللي عملية جراحية. هنا الاختبار، متطلبات الاختبار ايه هي؟ طبعا لو احنا قلنا متطلبات الاختبار ايه هي؟ متطلبات الاختبار نقول كده مع بعض كده اي حاجة. اول حاجة ايه؟ قول يا عبد الرحمن. درجة الحرارة يا دكتور، بين درجة حرارة الغرفة ودرجة حرارة البيئة الخارجية للاختبار مثلا. المعدات المعدات او الادوات والالات اللي ممكن استخدمها في الاختبار. ما دي دي متطلبات هناك عامة، متطلبات الموارد خلاص خدناها. متطلبات بقى الاختبار نفسه هنا. تمام. ان يكون في بروسيدور يا دكتور او اس او بي للاختبار نفسه. في بروسيجر عندك تسمح للعاملين ان هم يشتغلوا كلهم بنفس التكنيك او الاسلوب، وان البروسيدور ده يكون ليه ريفرنس اكوردنج مثلا للمواصفات الايزو المرتبطه بال او المواصفات القياسيه المصريه المرتبطه بالاختبار نفسه، نوع الاختبار نفسه يعني. ممتاز. ايه تاني؟ نقول متطلبات العمليه. سعادتك انا كعميل رايح عند المهندس محمد سليم هعمل اختبار، اول حاجه بيقول لي خد اكتب طلب اختبار، اكتب طلب اختبار، بيديني ورقه كده الراجل هناك بتاع المعمل يقول لي خد سجل بياناتك، اسم عايز انت عايز ايه، ده هو العقد بينه وبينه، ريفيو ريكويست، طلب الاختبار، الطلب نفسه. انا رايح اعمل كده اختبار عند المهندس محمد سليم او اي اختبار في معمل، اول حاجه بروح يستقبلوني الاستقبال استقبلني يقول لي عايز ايه، اقول والله انا عايز كذا وكذا 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 بالبق كده. ينفع؟ ما ينفعش، لازم في تمبلت اكتب انا بنفسي كده وخلاص. طب اكتب انت عايز ايه، خد، ما ينفعش خد اكتب انت عايز ايه، ده في تمبلت يملاها العميل. زي ما حضراتكم مثلا او عافانا وعافاكم الله رحنا مثلا المختبر في التحليل، اروح اكتب اسمي وسني وعنواني مثلا ورقم التليفون بتاعي وايه الاختبارات اللي انت عايزها، عاوز اختبار مثلا واحد قادر، اختبارات موجوده اهي، علم على الاختبار اللي انت عايزها. طب في اختبار ده، خلي بالك الاختبار ده لو حامل كذا ما يعملش الاختبار ده، طب لازم يبقى يساين، لا كذا، لا اختبار عاوزه، يبقى لازم تكون ساين، هل انت ساين 3 ساعات، لا هل انت ساين 12 ساعه، يبقى اذا في الورقه دي يبقى ايه اسمها ايه، ريفيو ريكويست، مراجعه الطلب. بيبدا يكتب مين بيعمله ده؟ المعمل بيعمله. ومين بيعمل المعمل؟ الاستشاري الموجود معاك في المعمل بيعمل لك تمبلت معينه كده، والعينه اللي انت هتسلمها، هتسلم عينه، العينه دي هل هتستلمها بعد الاختبار ولا تهدر بعد الاختبار ولا احتفظ انا بيها بعد الاختبار؟ هقول لك انا احتفظ بيها بعد الاختبار. خلاص يا انت يا عميل، العينه اللي جبتها دي سعادتك كبله او اي حاجه جبتها لي، انت مش هتاخدها تاني، هحتفظ انا بيها يا عم، مش هتاخدها تاني. طب ده العينه دي محول كبير يا عم، محول هتاخد محول مني ب 500,000 مثلا؟ لا، في حاجات وحاجات، يعني في عينه ميه مثلا، عينه ميه جايب لي هو عينه ميه، فالميه عاوز احسب البي اتش فيها، او عينه التربه انا خلاص العينه دي هرميها انا بعد 7 ايام، هرمي العينه دي، يبقى لازم اقول له كده بعد 7 ايام لو ما جيتش خدتها انت انا هرمي العينه دي. يبقى اذا هنا ايه، في معلومات بينك وبين العميل، ريفيو ريكويست،
بعد اذنك يا دكتور. تمام حضرتك، انت بتصير نقاط مهمه جدا فعلا. بيبقى فيه المتطلبات، بيبقى فيه زي كونتراكت، بيجي العميل بيمضي ويقول انا عاوز الاختبارات طبعا طبقا للمواصفه الفلانيه، وبيتم الاتفاق على سداد قيمه معينه على الاقل 50% من قيمه الاختبارات. وحته ان بقى ايه يعني زمان كان ممكن يسيب عينه الكابل في المركز ويقول لك يعني ما مش مهم، لكن النهارده الكابل النحاس وصل الطن بتاعه 10,000 دولار. فهيسيب مثلا كابل طوله 60 متر على حسب الاتفاق. فطبعا انا كمعمل، انا كمعمل اختبارات، انا خدت حساباتي او المقابل لعمليه الاختبار، وانا سالنا تي يو في وسالنا يو ال وسالنا كيما. فبقول في ثلاث اختيارات للعميل، يا اما يترك الحاجه، يا اما يتم التخلص منها على حساب العميل، يا اما ياخد الحاجه بتاعته. فالثلاث اختيارات متاحين للعميل اي اللي عاوزه، لكن لا المركز لا يفرض ولا يجب ان يفرض على العميل حاجه معينه. طبعا الموضوع أكيد. ده بالاختيار طبعا. تمام اكيد. فاول طلب للعميل تندرز اند كونتراكتس، برضو قالت المواصفه لو انت بتتعامل مع الباطن في معامل اخرى. يعني مثلا انا جاي العميل انا عندي بعمل 7 اختبارات وهو طلب 9، ففي اختبارين انا عاوز اعملهم مش عاوز اخسر العميل بتاعي، اقول له انا هعملهم لك، بس امتى هتكون بتتفق بعقد مثلا معين بمعمل اخر وهتقول له انا هعمل دول في المعمل الفلاني والفلوس مش هتروح تدفع فلوس انت هناك تاني، خلاص انت ليك تاخد، بس لازم المعمل ده يكون معتمد. طيب نمره 2771 ده 72 سيليكشن فيريفيكيشن اند فاليديشن ميثود. الراجل اللي جاي يعمل اختبار وانت عارف الاختبار بتاعك مبني على المواصفه اي اي سي مثلا 60271 او 60 كذا، انت بتعمل اختبار بتاعك بناء على مواصفه قياسيه. طب دي مش مواصفه قياسيه، يعني الاختبار بتاعك ده ملهوش مواصفه قياسيه، ليه بيبرز ماشي، هات البيبرز دي سي واشتغل بيها، بس اعملها ايه؟ اعملها فاليديشن، اعملها فاليديشن، وريني انها طريقه صحيحه، واعمل لها صحه اختبار، صحه يعني اتاكد من صحه طريقه القياس. طيب اذا هنا في سيليكشن فيريفيكيشن فاليديشن ميثود، بعد كده اخذ العينات سامبلنج ميثود. السامبلنج ميثود دي لو انت معمل اختبار هتقول لك معمل يعني معمل كابلات مثلا، انت تعال خد عينه، لا انا مش معمل اخذ العينه، اخذ العينات دي ممكن دلوقتي بيجي معمل كامل يا هو، لان دي مواصفه ليها مواصفه كامله، ازاي اخذ عينه 1000 عينه، اخذ اول من اول نص ولا من اول من اخذ واخذ كام عينه، زي اللي هو مضروب مثل بالفارمر، مزارع حديقه برتقال كبيره جدا يعني 100 فدان، فهو الراجل عاوز يبيع البرتقال بتاعه، فالراجل البروديوسر اللي هو عايز اللي هو بيعمل عصير الجوز قال له ايه، انا هشتري منك البرتقال ده كله، بس خلي بالك انا هعمل تحليل البيستاسايد اللي هو السيبندازول والبريكس ليفل. السيبندازول ده دول اللي هو يعني اختبار للمبيدات الحشريه، لان احنا عارفين الزراعه دلوقتي كلها بتم رشها بالمبيدات الحشريه، بس مبيدات امنه وسليم وامنه على صحه المواطن، ودي حسب منظمه الصحه العالميه، بس في ناس بترش اكتر بالتالي ايه الزرع بتاعها بيبوظ. المهم فقال له انا هعمل السيبندازول ليفل والبريكس ليفل، ولو طلع بس لازم السيبندازول اقل من 1 ملي جرام لكل كيلو جرام، اقل من 1 عشان خاطر ده مطابق لمنظمه الصحه العالميه. البريكس ليفل ده الحلاوه، درجه حلاوه البرتقال، لو كان اكبر من 65 هتاخد فلوس كتيره. قال له خلاص ماشي يا عبد، هيروح يعمل تحليل البرتقال ده، عملها. لما يعمل التحليل ده هياخد برتقاله من انهي واحده فيهم؟ من انهي شجره فيهم؟ هل هو منقي مثلا شجره معينه ما كانش بيرشها او كان رشها صغير اصغر او عم يديها سمات اكتر عشان يدي البريكس ليفل او حلاوه تاني اكتر ويروح يعملها؟ راح هو واخد برتقالات مش عارف ايه، راح وداهم المعمل، حلل المعمل ده. المعمل ليه دعوه؟ ماليش دعوه انا بيه، انت جبت لي عينات انا حللتها لك، ما خدتش انا رحت خدت ايه؟ خدت عينه. قال له خلاص انا البريكس ليفل ده اكتر من كام؟ من 55 من 50
زائد لو ناقص 20 او ب 45 زائد لو ناقص 20 يعني فوق ال 65 بردك ايه في مكان تاني. بس ناصح راح ياخد العينه صح يختار العينه صح من ال 100 فدان دي يختارها صح ويعمل لما يجي يعمل اختبار يعملها على انهي قشره على انهي برتقاله بالظبط يعني لازم هي الهيموجينيوس دي حاجات دي موجوده في الانسرتينتي كالكوليشن لازم انا اتبع الحسابات صحيحه مش رقم يطلع وخلاص لان الرقم ده او القياس اساس اي تطور علمي او صناعي اي تطور علمي او صناعي لازم يكون في قياس لان انا ما اقدرش اقيسها ما اقدرش اطورها ولا اقدر اعدل فيها الحاجه اللي ما اقدرش اقيسها وكل شيء قابل للقياس كل شيء ده حتى الكلام بتاعنا بنعرف نقيسه صح ولا غلط كلامنا بنقيسه يقول لك كلامك كده نازل على مسامع كده زي ايه واحد يقرا قران كده الله صوته جميل صوته حلو امتعنا يا شيخ يعني صوت واحد تاني يقرا لا صوته مش حلو مثلا فاذا الكلام او اتكلم مع واحد والله انت اتكلمت معايا مرتين ثلاثه انا مش عايز اتكلم معاك ثاني فاذا قيسه ازاي بالرضا رضا الصوت بدا يقطع عندك يا دكتور عباسط دكتور عادل طيب انا شايف كده ان الصوت قطع عند الدكتور عادل ربما يعني النت فيه مشكله ولا حاجه هو السامبلينج ميثود يظهر عادل طلع طيب هننتظر شويه كده دخلت معانا تاني يا دكتور عادل الصوت صحيح الصوت عندك قطع شويه كده يمكن النت فصل ولا حاجه معلش معذرتك طيب انت دلوقتي برضو الهوست زي معاك تدخل ماشي تمام. احنا قدامنا بعد اذنك يا دكتور احنا قدامنا يعني نص ساعه ويعني ممكن يبقى نقول نص ساعه الا خمس دقائق علشان اذا كان في اي اسئله ولا حاجه تمام انا اقل من نص ساعه وخلص انا خلاص تقريبا طيب تمام حتة السامبلينج احنا في المركز كنا بنسيب السامبلينج لان احنا ما بناخدش السامبلينج زي ما حضرتك قلت صحيح فبنكتبها كده في التقرير إن إيه؟ لا نكتبها السامبلينج يعني responsibility of the client يعني انا مش مسؤول عن السامبل دي السامبل دي جايه من عند ايه من عند عندك الموصل بتكتب قدامها ان ايه نون ابليكابل عندك ان ايه نون ابليكابل عندك مالكش دعوه ان ايه ده صحيح بعد كده 7-4 handling of test item هنا handling of test item or calibration item لو انت بعمل اختبارات يبقى هنقول مع التست لو انت مع الكاليبريشن يبقى calibration handling of test item يعني ايه؟ يعني العينه اللي خدتها انت الكابل ده هتحفظه ازاي؟ هتتعامل معاه ازاي؟ تحفظه بدرجه حراره اي ترميه وخلاص ما ممكن ياثر عليه البيئه واحد يدوس عليه اثر على الهوموجينيتي بتاعته وداس اثر على العزل بتاعه حط درجة حرارة عالية بص بعد شوية يعمل اختبار يبقى إذا handling of test item لازم أرجع لمين؟ أرجع للسكوب بالآي إي سي بتاعتي التعامل مع العينة الاختبار بتاعتي مش في المواصفة بتاعت الأيزو 25 لا في الآي إي سي اللي قالت لي إزاي أتعامل مع التست أيتم أتعامل معها إزاي؟ وكل معمل سواء معمل قياسات معمل اختبارات معمل اطعمه معمل اغذيه معمل كهرباء ميكانيكا كذا اروح للتجربه بتاعت الاساسيه اللي هي الاي اي سي التكنيكال ريكورد اللي هي السجلات التقنيه اي حاجه عندك لازم تكون مسجله سجل الافراد سجل الدورات سجل الاختبارات سجل قياس درجه الحراره ضايع حالك كل يوم سجل نفط المعمل فين نفط المعمل انت لما تروح برضو معلش يظهر النت عند حضرتك في المنيا يعني او الباقه خلصت ولا يا دكتور عادل؟ ابعت لي باقه بقى ولا ابعت لي ايه مش عارف حاضر على عينينا حاضر
نقول ايه، نقول الاتجاه التقنيه كل هو النت يعني ممكن يفصل يعني نص ثانيه وبتاع ويرجع تاني عندي، مش عارف ليه يعني. المهم الاتجاه التقنيه كل حاجه لازم اسجلها، نظافه المعمى اسجلها، الافراد اسجل كل حاجه. في طبعا دي تمبلت موجوده، الاستشاري بيعمل لك السيستم بتاعك بيعمله لك ويعمل لك كل حاجه بالمساعده معاك، مش انت يعمل لك كل حاجه وتمشي. لا بعد كده 7-6 بقى evaluation of measurement uncertainty، حسابات اليقين. دي دوره واحديه كنا خدناها في يعني دي في حلقه 3 ايام، وكل يوم حوالي 8 ساعات من 3 ل 9 مساء، 9 من 3 من 9 صباحا ل 3 مساء، 3 يعني 3 ايام حسابات اليقين والقياس. زي ما قلنا ايه، ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطويره، لا يمكن تعديله ولا يمكن تحسينه، ما لا يمكن قياسه. اي حاجه ممكن تقيسها، لو انت ما قدرتش تقيسها يبقى انت ما عملتش جوده، لان القياس بعد كده ما اصل راحت نتائج. النتائج اللي طلعتها دي انت صح ولا غلط؟ اروح اشوفها بقى واشوف الكنترول شارت بتاعتي. انا عارف ان الكابل بتاعي مثلا في الستاندرد ليمتس بتاعتي من كذا لكذا، اذا كان كابل 66 بورصه 65 طبعا شحن الحته دي اتفضل بورصه 65 اللي هي ايه، اللي هي المعايير بتاعه انتاج يعني الكابل اللي هو 3 مللي كام اوم معروفه بتاعته في الرينج بتاعه كام اوم، العزل بتاعه قد ايه، الكابل 6 مللي، الكابل الهاي فولتج والميديوم فولتج واللو فولتج، كل كابل من دول ليه العزل بتاعه كام والسمك بتاعه كام وقاومته كام والار بتاعته كام، ده ليه ستاندرد عندي، ليميت عندي موجوده انا ما عدهاش طبعا، لان النتائج بتاعتي اقول له ان الكابل بتاعك مطابق للمواصفات القياسيه او غير مطابق للمواصفات القياسيه، واخد قرار في التشغيل بتاعتي. مظبوط يا دكتور، مظبوط يا دكتور عادل. في كل اختبارات اذا كان اذا كنت بتكلم على اختبارات يعني اللو تنشن كيبلز او الميديوم كيبلز، فكل كابلات او لها عدد من الاختبارات طبقا لمواصفه قياسيه متسجله. واحنا ما عندنا طبعا يعني بعض الاختبارات، مش كل الاختبارات، لكن اختبارات تكفي التقييم على الحاجه. وعندنا التقارير موجوده، يعني ممكن يبقى في حوالي 12 اختبار موجودين وبيتم تنفيذهم، بس دول لسه ما خدوش 17025. احنا خدنا 17025 فقط على كابل ال 66 وعلى اثنين اختبار بس اللي هم البارشال ديسشارج وعلى الامبلس تيست. تمام دي انت والحاجه تمام. نيجي ايه بعد كده، بعد ما شفت ضمان صحه نتائج اعمل تقرير، اعمل التقرير بتاعي، اكتب التقرير وسلمه للعميل وامضي بقى من الهيئه من القياده قائد المعمل ورئيس رئيس المعمل ومن ايه رئيس مجلس الاداره. بعد في الشكاوى، شكاوى لازم انا اشوف الشكاوى بتاعت العملاء، واي لازم اي شكاوى باي شكوى لازم اخدها بمحمل الجد. قال لك لو واحد بس خد فيدباك نيجاتيف فيدباك عندي من اي معمل بيبلغ 11 واحد على الاقل، ودلوقتي الفيسبوك بيبلغ العالم كله. لو عندك 25 واحد في الشكوى طول السنه وانا ما خدتش ليهم اكشن، شوف ال 25 واحد دول يبلغوا قد ايه، يعملوا إيه. طب لو 25 واحد دول كانوا مبسوطين ولا هيبلغوا اي حد، ولا حد يبلغوه، هم دايما ايه يبلغوا الحاجه ايه الوحشه. طيب للاسف هو لك الواحد اللي بيدي نيجاتيف فيدباك يوزع على 10، يوزع 10 على 10 11 بالظبط. وال10 شوف ال10 بقى متواليه هندسيه بقى يوزع كام دلوقتي. الفيسبوك الله. بقى دلوقتي مليان. لنا الله لنا الله يا فندم. بالظبط. العمل غير مطابق نان كونفيرم وورك بعد والكنترول اوف داتا اند انفورميشن مانجمنت. دول كان مين؟ كانت اللي هي متطلبات العمليه حوالي 11 بند. 11 بند دول المواصفه دي حوالي كلها 37 ورقه من الجلده للجلده، 38 ورقه بالورقه الفاضيه، 38 ورقه بالظبط ان انجلش، لكن بيتفكوا في حوالي يمكن 200 ورقه مكتوبين. في حوالي 27 بروسيجر ليها بكتبهم. في حوالي يمكن 1000 فورم تعملها. فاذا ال 37 ورقه دول بفكهم انا في حوالي 200 ورق لو طبعتهم طباعه. طيب البند اللي هو الثاني المانجمنت سيستم ريكوايرمنت.
مانجمنت سيستم ريكويرمنت يعني متطلبات نظام إدارة. ولو احنا بصينا كده في المواصفة زي ما قلنا بند واحد سكوب، اثنين تيرم، اثنين نورماتيف ريفرنس، ثلاثة تيرمز اند ديفينيشن، أربعة جنرال ريكويرمنت، خمسة ستراكشر ريكويرمنت، ستة ريسورس ريكويرمنت، سبعة البروسيس ريكويرمنت، ثمانية مانجمنت سيستم ريكويرمنت متطلبات نظام إدارة. إدارة مين؟ إدارة المصنع كله؟ لا، إدارة المعمل. ركز، إدارة المعمل. إدارة المصنع جزء منها، جزء منها مش كلها. ساعتلاف واحد هي اللي تروح هناك على إيه؟ على إدارة المعمل ككل. أنا إدارة المعمل بس عندي. المعمل لإدارة ينبثق من إدارة، لازم لهيكل تنظيمي ولي هيكل تنظيمي ولي هيكل تنظيمي ينبثق ولي إيه؟ الشارت، الشارت كنترول اللي هي اسمها إيه؟ اسمها التشارت اللي هي التشارت اللي هيك التنظيم اللي هي التشارت الاورجانيزيشن تشارت بالضبط. طالع من فين بالضبط المعمل ده؟ المطالبات نظام الاداره قال لك لو انت مطبق نظام اداره 9001 والله تاخد عندك اوبشن A واوبشن B. المواصفه دي الكلام اللي كان اللي هقوله دلوقتي ده ما كانش موجود في المواصفه اللي فاتت 2005. والله انا معمل مطبق 2001 خلاص يا عم اختار اوبشن بي ورايح دماغك. طب انا مش مطبق 2001 اختار اوبشن ايه؟ فاوبشن ايه ده واوبشن بي. اوبشن ايه لو انا مطبق 9001 اروح على 9001 كلها واجيبه كله واحطه عندي في المعمل بس اعمله ادابتيشن على المعمل بتاعي خلصنا ولا ليه دعوه بالباقي كله. طب لو انا مش لو مصنعي مش مطبق 9001 خلاص يبقى اشتغل على اوبشن A. واوبشن A اول حاجه توثيق نظام الاداره مانجمنت سيستم دوكيومنتيشن والتحكم بالسجلات واجراء بند خمسه بقى اهم واحد فيهم اللي هو مين اللي هو اتعمل جديد في المواصفه دي اللي هو اكشن تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتي اللي هو تامين بيئه العمل ده بقى شويه السلامه والصحه المهنيه وتامين بيئه العمل اكشن تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتي يعني اعمل لي لو سمحت جرد لجميع المخاطر عندك في المعمل وعالجتها ازاي وايه هي التدابير علشان تقلل الخطر ده وتعمل مصفوفه الخطر اللي هي الماتريكس بتاعتك وتقول وتحسب بقى ايه السيفيرتي بتاعت الخطر واحتماليه حدوث الخطر وتضرب الاثنين في بعض يديك فاكتور يديك رقم والرقم ده طلع 25 مثلا طلع هاي ريسك تشوف انت هتعمل ايه علشان تقلل الرقم ده. دي برضو دوره كامله في الريسك اسيسمنت ودي ما والفرص اصلا في زي ما في مخاطر في فرص في مخاطر في ايه برضو في فرص الفرص دي احاول انا ايه اقتنص الفرصه دي واصدر بسرعه للناس واشوف في عندي واحد تاني ما مصنع زي في مصانع مثلا للمحولات في مصنع هنا ومصنع ده والراجل عاوز ياخد الاثنين ياخد من هنا وياخد من هنا او مصنع كابلات ومصنع كابلات مصنع حلو صلب مصنع حلو صلب فهو عاوز ياخد من مين بالظبط. فاذا هنا في لازم يدرس الفرص بتاعتك عشان خاطر اذا هنا في اجراء خمسه ده اكشن تو ادريس ريسك اند اوبورتيونيتي مهم جدا بند 8 5 ده بعد كده في امبروفمنت وفي كوركتيف اكشن وفي الانترنال اوديت المراجعه الداخليه بقى على مين نظام الاداره بتاعتي تعمل مراجعه داخليه وعشان تقدم للسيستم بتاعها للهيئه المانحه للاعتماد ومانجمنت سيستم ريكويرمنت يبدا يقول لك الناس يشوفوا السيستم بتاعك ده انت بنيته صح ولا غلط. طبعا وقبل انت بتبنيهم بيتودي السيستم كله قبلها بشهرين او ثلاث شهور يقعد عندهم يدرسوه نظري ويدرسوه كل الاوراق اللي انت قدمتها يدرسوها ودلوقتي ما فيش طباعه في دلوقتي حاجه اسمها مصر الرقميه رقمنه التحول الرقمي كله الكتروني ما فيش حاجه اطبع ورق طباعه الورق دي عندنا خلاص ما فيش طباعه ورق كل دلوقتي الكتروني لانك انت بتوفر ورق يبقى بتوفر CO2 بتوفر قطع اشجار بتحافظ على البيئه بتاعتنا لو دخلنا في حاجه ثانيه. طيب المواصفه اللي قدامنا دي اهي جنرال ريكويرمنت ستراكشر ريكويرمنت ريسورس ريكويرمنت بروسيس ريكويرمنت مانجمنت سيستم ريكويرمنت دي كل الايتم تحت المواصفه كل واحده من دول ليها بروسيجر ليها فورم ليها امبلمنتيشن ليها ورك انستراكشن بيتكتب وبيتنفذ اللي فيه ده المواصفه يقول لك فيها في كلمه شال
لما اخلص الوقت بتاعي قول لي خلصت كده. شو اسمه محمد سليم؟ لما الوقت بتاعي يخلص قول لي خلصت. قدام حضرتك يعني 4 دقائق. حلو قوي. الموصف فيها كل بيعرف لك الموصف الاول يقول لك يعني ايه شال ويعني ايه شوب ويعني ايه مي ويعني ايه كان. لو ليك زلابرتري شال الاسيسور لما يجي لك فين فين البروسيجر دي. طب لو ليك الموصف زلابرتري كان وجي الاسيسور قال لك ايه فين دي، قول له يا باشمهندس دي احتماليه او امكانيه عملها، يعني انا مش هعملها لان مش مطبق عندي في المعمل، لان المواصفات بتقول ايه زلاب كان كذا كذا، زلاب كان زلاب مي يعني ايه، يعني هو غير الزامي، انا عملتها خير وبركه، ما عملتهاش مش مشكله بتاثر عليا، لكن لو لقي في المواصفه زلابرات لابراتوري شل يبقى لازم كل ما اشوفها لازم كاسيسور لازم يشوفها، لابراتوري شوب لازم برضه يشوفها. اذا هنا المواصفه ما سابتش كلمه الا وعرفتها الا وبينتها للاسيسور، الاسيسور اللي هو المقيم اللي هيجي لك. لازم انا كعضو في الفريق كعضو في المعمل ابقى فاهم علشان لما يسالني الاسيسور اعرف ارد عليه، مش يقول لي كذا اقول له حاضر، لما انت حاضر اللي انت عايزه اعمله لك وخلص لي يا عم، انا عاوز كذا حاضر اعمله لك، زي ما في بعض الاحيان يا عم الحاجه دي مش موجوده عندي، الحاجه دي بتاعت سلامه وصحه مهنيه، حاجه بتاعت حريق، حاجه بتاعت كذا، يقول لك الباب مثلا لازم يفتح لبره، مش موجوده في المواصفه الباب يفتح لبره، عشان لو في حد يعني لازم الباب يفتح لبره، يعني باب المعمل لازم يفتح لبره، يفتح لجوه، ليه يفتح ما يفتحش لبره؟ يفتح لبره عشان لو في حد في لو حصل حريق لا قدر الله في المعمل والناس اللي فيه يدوس على الباب، الباب ايه؟ الباب يتفتح. المواصفه فيها حوالي 27 بروسيجر، كل ده بروسيجر لازم تتعمل. اجراء تحليل المخاطر والفرص عبد الرحمن عادل، ده المواصفه بتاعتنا. والكواليتي مانوال، كواليتي مانوال ده لازم يتقدم. المواصفه اللي فاتت قال لك لازم يجب ان لازم 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 يكون في كواليتي مانوال، مش متطلب يعني الزامي في هذه المواصفه، لكن متطلب جهه الاعتماد، جهه المنح الاعتماد، جهه المنح الاعتماد قلت لك لازم يكون في كواليتي مانوال. اذا هنا في متطلبات خاصه بالمواصفه ومتطلبات خاصه بجهه الاعتماد، لازم انا استوفي دي واستوفي دي، ولازم اعرف دي واعرف دي. ده كان الوصفه دي طبعا نعتمدها ازاي، اي معمل في خلال 6 أو 8 شهور نعمل عمليه الاعتماد ازاي. اول حاجه اتخاذ الاداره العليا مسؤوليه بعد ما ياخذ هو القرار بتاعه ويكون راضي تماما انه لازم الاداره لازم يحصل على الاعتماد علشان اهميتها وفاهم اهميتها، يجي يتصل باستشاري، تعالى يا عم اعمل لنا اول حاجه نعمل جاب اناليسيس. والجاب اناليسيس ده انت بتعمله في حياتك، لو انت عاوز فين وهتكون فين. انا عن نفسي كل سنه او كل 5 سنين بعمل خطه سنويه لنفسي، انا فين عاوز اكون فين بعد 5 سنين. طب عشان اكون 5 سنين اعمل ايه؟ طب اتصل بمين؟ ابقى اعرف ايه؟ ابقى اعرف ده بتعمل جاب، تعمل لازم كل واحد فينا يعمل خطه سنويه لنفسه وهو عاوز يكون ايه بعد السنه الجايه والسنه اللي بعديها يكون ايه؟ يعمل جاب اناليسيس، تحليل فجوه، وبعد تحليل الفجوه هيعرف هو عاوز تريننج، عاوز بعد يعمل تريننج يعمل دوكيومنتيشن، بعد كده يعمل امبلمنتيشن، امبلمنتيشن يعني تفعيل السيستم، تفعيل السيستم، يعني ايه تفعيل السيستم؟ يعني انت عملت ورقه للعميل اللي هو لما يجي لك العميل اكتب طلب، خد اكتب املى الورقه دي. طب جالك كذا عميل وانت ما قلتلوش خد اكتب الورقه، كونك تكتب الطلب تكتب الورقه دي يبقى انت فعلت كده سيستم. زي مثلا واحد ايه؟ واحد هيستاذن من العمل، فيقول له امين الكليه او امين اكتب ورقه عشان تعتذر عشان تطلع ساعه زياده، ساعه يعني بدل. لازم تكون ورقه في ورقه كده مكتبلك موجوده عاملها المصنع او عاملها الشركه. انا الورقه دي اسمها ايه؟ اسمها ريكورد سجل. لما ساعه بدري او عاوز اجازه املاها اصبحت مفعله، يبقى انت عملت تفعيل للريكورد بتاعي. بعد كده بعمل سيموليشن اوديت، يعني محاكاه لزياره الاعتماد. بعد كده بقدم الاعتماد بتاعي اقول لهم تعالوا انا خلاص انا معملي مؤهل للحصول على شهاده الاعتماد. طبعا هيجوا عندك مستحاله الكمال لوحده، لازم يطلع الاي سي،
ال 20 سي ولا اقل حاجه دول 20 سي يطلعهم، لان كمان لا وحده بس في ان سي وميتا تقعد قدامها اربع شهور اللي هي البي تي والمعايره. لو البي تي والمعايره عندك سلام كل الباقي كله يخلص في دقائق. شكرا جزيلا لكم، وانا سعيد بتواجدي معكم وسعيد مع الكوكبه المهندسين وزمايلي من كل العلوم ومن كل الخريجين يعني. شكرا لكم. احنا اللي بنشكرك يا دكتور عادل على هذه يعني المحاضره القيمه والمعلومات الطيبه، ونتمنى ان شاء الله ان احنا يعني نستفيد بهذه المعلومات في كورس طويل، بحيث ان احنا نقدر بقى نشتغل ازاي نطلع الدوكيمنت، وازاي الحاجات اللي احنا المتطلبات دي نشتغل عليها ازاي علشان يبقى في النهايه في دوكيمنت. احنا طبعا بنحيي جميع الزملاء اللي حاضرين معانا، وانا يعني باختصار لازم يبقى في كونسلتنت معاك يبقى جايدنس ليك علشان تطلع الايه الدوكيمنت المطلوبه. اذا سمحتوا لي حضراتكم احنا قدامنا كمان سبع دقائق، فخلال السبع دقائق دي انا اذا سمحتوا لي ممكن حضرتك اكزت ستوب الشير يا دكتور عادل. ايوه تمام. انا اسمحوا لي بس اوريكم حاجه كده عندي على اللاب، يعني ممكن تكون ايه نستفيد منها ونتخيل حجم العمل اللي احنا ايه بنشتغل عليه. دي الشاشه كده تمام. معلش دقيقة واحدة كده أنا معاك أهو، هنقول شير سكرين. ما أعرفش مش راضي. أنا مش عارف هو مش راضي يدخل على الحاجة بتاعتنا اللي إحنا عاوزين. كنت عايز أوضح لكم المركز علشان يعمل الدوكيمنت خدنا وقت قد ايه. احنا بعتين الجواب علشان ناخد الايزو، وكنا بنتكلم على مجموعة ايزو 9001 و17025 و14001 و45001 اللي هم بتوع البيئة والسلامة والصحة المهنية. دول محتاجين صرف كتير على انك انت تجهز بقى ايه شبكة الفاير فايتنج وكل التولز اللي فيها والانسترومنتيشنز، وبرضو عشان تجدد المبنى والحمامات والهايجينز فاكتورز والحاجات دي كلها. فده كان صوت ضعيف، فده كان هيكلف كتير، فاحنا اجلنا المواصفتين اللي هم ال 14000 وال 45000 لايه لمرحلة لاحقة. لكن 9001 طبعا مهمه جدا علشان هتساعدك في انك انت تاخد 17025. بنحيي اللي هو الان اي اس اللي هو المعمل معهد المعايره والقياس، وسياده العميده حقيقه يعني قامت معانا بجهد وفير، لم تتاخر عنا. يعني احنا كنا بنبعت نقول يا جماعه تعالوا علشان نلحق نخلص، كان فعلا بتخصص الدكاتره اللي موجودين علشان يجوا يعملوا ايه المعايره عندنا ويعملوا الويتنس ويعملوا البي تي تيستات اللي كانت موجوده عندنا. علشان نحصل هذا العمل خدنا اكتر من 8 شهور في اعداد الورق بتاعنا، وبعدين بعد كده جاء بقى حضراتكم اللي هم الاسيسورز اللي من ايجاك، وعملوا المراجعة في الموقع، وبعدين بعد كده خدنا الشهادة بتاعت الـ 17025. كان مجهود طيب وكان مجهود فريق عمل متكامل،
وداعم من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء مصر، وإحنا طلعنا معاش، وتبقى الذكرى الطيبة أنك أنت عملت حاجة كويسة. فنتمنى إن شاء الله أن مركز أبحاث الجهد الفاق يكمل المسيرة ويبقى على المستوى اللي إحنا بنتمناه دايماً، ويبقى أفضل من الوضع الحالي كمان، علشان ده أساس لتقدم الصناعة في مصر، وأساس لأن البرودكتس اللي في جمهورية مصر تقدر تسافر برا وتروح تغزو الأسواق الأفريقية والعربية وكمان الأوروبية لما أنت تبقى معتمد دوليا. أنا تحياتي لحضراتكم جميعاً، وأتمنى إن شاء الله إن إحنا نكرر هذا الويبينارز في يعني في أوقات أخرى، ولو حد عنده أي سؤال إحنا بنرحب به. تفضلوا حضراتكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أولا بشكر معاليك باشمهندس محمد سليم والسيد الأستاذ الدكتور عادل على المحاضرة الجميلة دي، وحقيقة محتاجة توعية كبيرة، ويعني حاجة يعني شيرينج يعني معلومات قيمة جدا. نشكر حضراتكم، مع حضراتكم طبعا محمد بسيوني وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة بورسعيد. بورسعيد سلم لي على بورسعيد، أنا خريج بورسعيد 83. أهلا بيك. إحنا طبعا في جامعة بورسعيد خدنا الموافقة من الصندوق الـ SDF بإنشاء معمل مركزي. المعمل المركزي دوت هيبقى يعني للمية، تحلية المية يعني اختبارات للمية، زائد اختبارات الأغشية اللي بتستخدم في تحلية المية. من ناحية طبعا الأغشية طبعا في مصر دلوقتي زي ما حضرتك عارف والزملاء بتيجي أغشية كتيرة جدا في مصر، بنسمع الكوري ونسمع الصيني ونسمع الألماني، والأغشية دي بتشيل المي بتشيل الملوثات اللي موجودة في المية. فطبعا ما كانش في موجود أي معمل في مصر يقول لحضرتك الغشاء اللي جاي ده سواء للمصانع أو للخدمات المنزلية هل هو كواليفايد ولا ما هوش كواليفايد. فتم تقديم طلب لوزارة البحث العلمي إن إحنا عايزين نعمل معمل مركزي في جامعة بورسعيد يختبر الأغشية دي، وكمان يختبر الكواليتي بتاعت المية بعد عملية الفلترة اللي بتحصل. طبعا المصانع في مصر دلوقتي معظمها داخل دلوقتي في موضوع الممبرين تكنولوجي، لانه طبعا كان زمان بيستخدموا الثيرمال الايفابوريتورز اكتر حاجه، وبداوا دلوقتي يستخدموا الممبرين. وطبعا مصر دلوقتي رايحه كلها ناحيه تحليه المياه سواء البحار او المياه الجوفيه او وبالتالي ففكره استخدام الممبرين دلوقتي بدا عليها اقبال شديد جدا حتى في شركات البترول وشركات كتير. هو استفساري من حضراتكم طبعا وزارة البحث العلمي بتشترط علينا بعد يعني ما خدنا الحمد لله الموافقه على انشاء المركز ان يكون المركز عن طريق ايجاك يكون معتمد واخد شهاده الجوده. يعني كنت عندي بعض الاستفسارات من حضراتكم، ده طبعا مجال بالنسبه لي جديد شويه، يعني انا اكتر مركز اكتر على طبعا الشغل الساينتفك وال وال وال, وال, وال والاختبارات والحاجات دي، لكن طبعا الاجهزه وطريقه الحصول على الجوده من اللي هي 17-25 ما اعرفش بصراحه. يعني عندي بعض يعني توجيهات حضراتكم والاسترشاد بخبرتكم في عمليه، اولا انا هجيب اجهزه على مدار سنتين، هل المفروض ان الاجهزه دي انا مثلا بيجي لي جهاز مثلا من 2 مليون 3 مليون جنيه، الجهاز ده لما هجيبه هل الصح اني استنى لما على مدار السنتين كل الاجهزه توصلني وبعد كده اخش في الجوده في عمليه الحصول على ان انا اطلب ان الفريق يجي ويختبر الاجهزه عندي، ولا هل الصح ان انا كل ما يجي لي جهازين ثلاثه ابدا اعمل؟ دكتور محمد، دكتور محمد انا وصلت الرساله، واحنا مرينا بالتجربه تماما زي اللي حضرتك بتقوله ده. اولا مقدرين اولا يعني ان يبقى في معمل مركزي في جامعه بورسعيد لعمليه تحليل العينات المياه وكمان الممبرينز. طبعا زي ما حضرتك قلت الام اي دي اللي هي المالتي افكتيف ديسلينيشن يونتس اللي هي بتعتمد على الثيرمال والثيرمو كومبريسور، اعتقد انها دلوقتي قلت شويه لان الريفرس اوزموزيس
بقت اكتر، وحتى دلوقتي خلوا الريفرس اسموزس تشتغل كمان بالباور سبلاي، تبقى مثلا بي في سيستم بالسولار انرجي، فالكومباينيشن ده دلوقتي بقى ايه يعني ابليكابل اكتر. احنا جربنا يعني طبعا حضرتك كجامعه معلش محتاج لازم مكتب استشاري يقوم بهذا الدور، ده رقم واحد. تمام. لازم تؤساين كونسلتنت اوفيس علشان يعمل الدراسه دي ويتابع الأجهزة في عملية التوصيف بتاعها والفات يعني الفاكتوري اكسبتنس تيست قبل ما تجي لك الحاجة علشان تطمن على إنها بتلبي المتطلبات بتاعة المواصفة. إحنا كان عندنا في مركز أبحاث الجهد الفاق بدأنا نعمل معمل لاختبار العدادات الكهربائية، وكان حاجة اللي هو الـ EMC اللي هو Electromagnetic Compatibility Test، وده يعني مش عايز أقول إنه مش موجود في مصر، يعني لربما في أحد الشركات أو في أحد الجهات اللي هي تعتبر يعني سيادية فيها حاجة زي كده، لكن مش Complete Lab. لما احنا بدأنا نشتغل في هذا الموضوع كنا جايبين بقى حضرتك يعني لما انت تشتغل انت الشغل بيبقى الموضوع صعب شوية لانك انت تعتبر حكومة، والجامعة زي برضو الكهرباء وزي اي جهة حكومية بيبقى فيها بعض يعني ايه بيروقراطية القرار. فانا افضل انك انت يبقى في مكتب استشاري يعمل الدوكيومنت وتطرح كتندر وبعدين يعني يتم التنفيذ. طبعا ده ممكن ياخد وقت طويل، لكن لو احنا هنسرع الريتم شويه يبقى ممكن بقى يعني يتم يعني الاستعانه بجهه سياديه تاخد بقى ايه اوردرات على طول دايركت اوردر ويتم تنفيذه، لانه عاجل ومهم وضروري لحضرتك بتقول عليه، لان احنا دلوقتي زي ما حضرتك قلت بيدخل السوق برودكتس من يعني من دول مختلفه، ويا ترى يعني بتلبي المتطلبات والمواصفات القياسية للعمل ده من عدمه، فأنت محتاج أجهزة تعمل هذه الاختبارات وتدي سيرتيفيكت. ده من ناحية بقى البرودكت. أنت بقى حضرتك لما يبقى المعمل جاهز بيبقى بتتواصل مع إيجاك، وهم ناس متعاونين جدا، بيجوا بقى يقولوا لك ايه المتطلبات وبيبعتوا الاسيسورز علشان يقول والله المتطلبات كذا وكذا وكذا ويدي لك الاعتماد. طبعا البروسيس دي مش اقل من سنه لو انت هتبقى والدنيا ماشيه يعني والواحد متفائل قوي يبقى فيه اعتماد يعني للمهمات دي خلال سنه. وانت كمان علشان تجيب الحاجات دي عندك في المعمل شوف انت محتاج وقت قد ايه. فيعني ربنا معاك وإن شاء الله نسمع على إن يبقى فعلا المعمل ده تم تنفيذه لأنه مهم وضروري. وإحنا يمكن النهاردة بدينا بنتكلم مع بعض ممكن يبقى حد بقى من القطاع الخاص من الناس اللي نصحى تبدأ إيه تاخد الفكرة وتنفذها، أو حد من الجامعات الأخرى برضو ينفذوها، وبرضو ده مش وحش لأن السوق مليان ومحتاج يعني ناس كتيرة ومحتاج معامل متعددة علشان تعمل لهذه الأعمال. احنا بالنسبة للـ EMC اللي هو Electromagnetic Compatibility Test للأسف ما كملناهوش، لأن يعني قرار بيروقراطي برضو قال لك مش عارف احنا ما تبعناش ايه ما عملناش ايه، فإلغي وعيد من أول وجديد بعد سنتين عمل. يعني تخيل بقى انت بعد سنتين ومجهود وكان كوفيد 19 وكورونا وناس بتيجي وناس يعني بتبقى قاعدين لابسين الماسكات ويعني في منتهى مش عايز اقول لحضرتك، وبعدين في الاخر قال لك لا احنا والقيمه بتاعه المعمل اقل من الموازنه اللي كانت محطوطه ومع ذلك خلاص. فيعني اتمنى ان حضرتك يا دكتور محمد يعني تنجح في هذه المهمه، بس محتاج كونسلتنت اوفيس ومحتاج يعني يبقى قناعه من السبونسر عميد الجامعه او رئيس الجامعه يعني يدعمك في هذا الاتجاه.
ونتمنى لك التوفيق. لسه حضرتك بسمع عليك، يعني توقع حضرتك لميزانيه حاجه زي كده المفروض ترصد قد ايه؟ يعني عمليه الجوده دي والاعتماد من بتشمل الايجاك نفسه والكونسلتنسي اللي هو المكتب اللي ممكن يساعدنا، يعني هو طبعا هيبقى عندنا كل ده سهل. الاتعاب بتاعت المكتب سهله، يعني ممكن تبقى في حدود مثلا 60-80 ألف جنيه تمام. المكتب الايجاك اتعابه بسيطه جدا، تتخطاش ال 20 ألف مثلا. يعني انت السكوب اوف ورك ده علشان يتعمل دوكيومنتيشن مش هيتخطى ال 100 ألف. انما الاجهزه بقى ملاحظاتها على الانفراستراكشر نفسها، لا الانفراستراكشر بقى كمبنى وكاجهزه هو هنا الكوست. يعني هنا الكوست، احنا كنا حاطين رصدين 44 مليون جنيه، احنا عملنا المعمل تقريبا في حدود 37 مليون، ومع ذلك برضو كان في كومنتات، يعني اللجنة العليا بتاعت المشتريات لها أو لجنة البت لها يعني رأي واحترمناه طبعا، ونتمنى أنه يتم تنفيذ إن شاء الله المعمل ده يعني برضو بزملاء آخرين. يعني طب حضرتك أتذكرت كده نقطة يعني لفت انتباهي جدا، بس ما أعرفش أنا فهمتها صح ولا غلط. أنا لو قدمت دلوقتي على ال 17025 على ايه؟ الاجهزه اللي ما عندكش معدات، انت ما عندكش اجهزه، يعني انا اول جهاز هستلمه في نص 8 تمام. الجهاز لازم يبقى موجود، وانت بتشترط كمان على المورد اللي هيجيب لك الحاجه دي انه يبقى معمول له الاختبارات اللي تستطيع انك انت تقدم بيها لل 17025 تمام. ما طب هو ال ده السؤال بقى، هو اولا 17025 حضرتك قلت جمله مهمه، هل انا لازم الاول اقدم على 9001؟ 9001 هيساعدك زي ما قال الدكتور، هيساعدني لكن انا ممكن اقدم دايركت، ممكن بس يعني علشان الدوكيومنتيشن ممكن، ما هو الاختيار اوبشن بي زي ما قال الدكتور عباس. انت لو عندك 9001 هتريح نفسك من حاجات كتيره وهي ضرورية برضو. ازاي احنا تاخد 17025 وما بقاش عندك 9001؟ يعني 9001 ده هي الابسط مواصفة اللي هي بتضمن الدوكيومنتيشن والمانجمنت والاورجانيزيشن شارت والمنظومة بتاعتك انها تبقى دوكيومنت كنترول، دي نقطة مهمة قوي. بعد كده ال 17025 اللي هي بتعتمد المعمل اللي انت بتطلع منه الشغل. تمام تمام. وبعدين ايجاك مش هيروح على يعتمد معمل في ورق، لازم انت تكون شغال، انت شغال والمعمل موجود علشان بيعمل عمليه. هو انا دلوقتي يعني مثلا انا هيوصلني اول جهازين في نص 8، الجهازين دول لما يوصلوا ابدا اعمل عليهم على طول 17025، ولا انا يعني في جهازين بعدهم 6 شهور مثلا؟ انت دلوقتي الاول يا دكتور محمد عندك كم اختبار؟ عندي مثلا 30 اختبار. تمام. طيب 30 اختبار بيتموا بكم جهاز؟ بيتعملوا ب 12 15 جهاز. طيب تمام. الجهاز ده بيعمل اختبارين. اقوم تمام. بعد ما يجيني الجهاز واشتغل عليه وهو وكالبريتد ابدا اقول لايجاك يا جماعه انا عاوز اعمل 17025 للاختبارات الفلانيه. يوم هم بيقولوا بقى ايه، يشوفوا بمقارنه. بس هو معاليك الاختبارات منفصله، يعني مثلا اختبار شد مثلا، يعني انا هجيب مثلا جهاز تنسايل سترينس الثاني اختبار ثاني مختلف خالص اللي هو مثلا بيشوف مثلا العينه تحت الميكروسكوب الالكتروني مثلا، فما لهمش علاقه ببعض. انا دلوقتي اختبار الشد هل يكون مكلف عليا اكتر ان انا اعمل لكل جهازين ثلاثه طلب من ايجاك، ولا لما يوصلني الاجهزه كلها وما لهمش علاقه ببعض يبقى اعمل طلب واحد للايجاك ان هي تيجي تشوف الاجهزه كلها مع بعض؟ باشمهندس محمد اتفضل يا دكتور عادل. اتفضل يا دكتور عادل. مهندس محمد بسيوني صح؟ تمام. دكتور محمد بسيوني اتفضل. كليه هندسه ولا كليه علوم؟ لا انا استاذ هندسه كيميائيه، هندسه كيميائيه جامعه بورسعيد. جامعة بورسعيد، بورسعيد دي عندك دكتور طه فراج مش كده ولا؟ طبعا طبعا ده وكيل الكليه واخ عزيز يعني. طه فراج ربنا يبارك فيك يا رب. عندكم هندسه كيميائيه انتم مش كده؟
عندنا هندسه كيميائيه. سلم على طه فراج، طه فراج قول له بس سلم عليك الدكتور عادل عباس. ها ان شاء الله يوصل، يوصل ان شاء الله. اخ عزيز الدكتور طه يعني، لا رجل محترم بصراحه يعني، تمام كده، ربنا يبارك فيك يا رب. المهم بص سعاده الباشا، اللي بالنسبه لي اللي انت عاوز تخش السكوب بتاعك، السكوب بتاعك كام تجربه اولا مثلا، او هو مثلا لو هو 10 تجارب مثلا سكوب، 10 اجهزه وكل جهاز منفصل عن الثاني. السكوب بتاعك 10 تجارب، 10 اجهزه، جالك بالضبط. جالك النهارده مثلا خلال سنه هيجي لك 3 اجهزه بس، تمام، 3 اجهزه بس، ندخل بيهم يا باشا في الايجاك، نبدا نعد السيستم بتاعنا من دلوقتي، وندخل بالسكوب ده بالتجارب دول بالاجهزه دي اللي تمت معايرتها وخدت البي تي فيها للايجاك. الايجاك هيجي لك بعد سنه ثانيه، الايجاك هيجي لك ثاني، هتقول له انا عاوز اعمل اكستنشن للسكوب بتاعي، يكون الاجهزه بتاعتك جت، يبقى في زي ما في خطه هنا هتتعمل، خطه بتاعتك انت، هتقول الاجهزه دي بتاعتي هتيجي خلال 6 شهور هتكون جت، يكون انت ماشي ان بارلل في اعداد السيستم بتاعك كله، تدريب الاستاف بتاعك، البيرسونال بتاعتك، وتدريب كذا وتدريب كذا، والمعاير والبي تي وخلافه، وتدخل على الايجاك. الايجاك عنده بروسيجر كده، دفع الفلوس، التجربه بقد كده، والتجربتين بقد كده، والثانيه بقد كده، يعني مش بايه، مش يعني لو انا قدمت طلب بتاعي اول مره هياخد فلوس اكتر، اقدمه ب10 اقل، لا ده في بادجت معينه هو ورولز ما حاططها. يعني التجارب بتاعتك دول هيبعت لك 2 اسيسور دول بحوالي، اول حاجه بتدفع 5300، وثاني حاجه بتدفع 15000، يعني زي ما قال محمد بيه حوالي 20000 جنيه لمين؟ للايجاك. السنه اللي بعديها بقى انت لازم يكون عندك تحسين، تعمل خطه تحسين. في خطه التحسين بتاعتك هتقول انا هدخل بتجربتين او 3 من ال10 الموجودين، الاجهزه جت بتاعتي، وفي نفس التوقيت الاستشاري برضه هيكون معاك، مش هيسيبك يعني، هو انا يعني الاستشاري معاك، انت بتتفق معاه على السكوب ده كله، سواء انا عملته في سنه، في سنتين، في 3، ولما يكون استشاري معاك انت عارفه وفاهمه، وفي اسكس بينكم، وفي زماله، وفي صداقه، وفي كذا كذا، هيبقى انت فاهمين بعض، مش لان هتلتقي معاه، ده عارفه، ده عارفه، ده عارفه، عمره ما هيسيبك، معايا ولا لا؟ فاذا حضرتك ادخل بالثلاثه بالاجهزه اللي معاك، وعيد السيستم بتاعك، والسنه الجايه تدخل بالتجربتين اللي هيجوا لك، بالجهازين اللي هيجوا لك، والسنه اللي بعديها، وهكذا، لان العمليه مش دايما، مش ايه، مش مره واحده، ولازم تعمل التحسين، امبروفمنت، كونتينوال امبروفمنت معاك عندك في المعمل بتاعك، ده رايي يعني. تمام، شكرا، تمام يا دكتور عادل، ده صحيح يا دكتور محمد، انت كده بس لازم الاجهزه تبقى موجوده وتكون بدات بيها شغل، علشان يجي ايجاك يطمن على ان يبقى فيه دوكمنت وفي ريكوردز انت ايه عملتها، وبعدين بيعمل انتر لاب تيست مع الاجهزه المشابهه، علشان وفي بروفيشنال تيست برضو. طبعا ايجاك لها ريكومنديشنز معينه، هم اللي بيبقوا عارفينها، هم اللي يعني بيوصوا بيها. تمام. وفي معامل موجوده في مصر ممكن تساعدك علشان تنفذ هذه التجارب. المهم يبقى في واحد معاك كونسلتنت، الدكتور عادل ممكن برضو اعتقد انه ممكن يساعد في هذا الاتجاه، بحيث ان فعلا يبقى عندك الدوكيومنتيشن مظبوطه، وابدا ب 9000 واحد من دلوقتي، يعني من دلوقتي يبقى في ايه الاورجنايزيشن شارت بتاعتك، ايه الدوكيومنتيشن المطلوبه، كل المنظومه دي تبقى ايه هي ايجاك بتدي الشهادتين سواء 9000 واحد او 17015. لا ايجاك ما بتدي، انا قلت لك الكونسلتنت جهه هي اللي بتعمل الدوكيومنت علشان تدي لك ال 9000 واحد او 17025، دي بتعمل دوكيومنتيشن. الاكريديتيشن بقى ايجاك بتدي 17025، لكن ال 9000 واحد هناك العديد من الشركات اللي ممكن تدي في احد انا طبعا لا يجب ان انا اذكر اسماء، انا في خاطري اسماء، والناس اللي عملت معايا الشغل هم من بورسعيد كمان جنبك، يعني ممكن دول يبقى برضو يدوا لك الشهاده بتاع 9000 واحد ويساعدوك في ال 17025. طبعا تحت اشراف الدكتور عادل عباس، لو حبيتوا تتعاونوا مع بعض يعني، تمام، وربنا يوفقك كده ان شاء الله يا دكتور. شكرا لمعاليك، شكرا لمعاليك، التوفيق ان شاء الله. شكرا.
سلم لي على ميكانيكا قوة بورسعيد والنبى الله يبارك. مين دكتور كمال مراد ولا دكتور؟ قول لكمال مراد ده حبيب. طبعا امال ايه. امال ايه. طبعا طبعا. الحمد لله اهلا وسهلا. طيب اي سؤال تاني يا جماعة؟ استاذ حضرتك لو تسمح كان عندي سؤال كده. اتفضل. ان عايز اعرف الفاليديشن او مده الشهاده اللي هي بتمنحها لي جاك، يعني شهاده مثلا ممكن تكون مدتها او صلاحيتها بالنسبه لي كمعمل 3 سنين 5 سنين، دي برضو ما اعرفهاش. وعايز اعرف اللي هي السيرتيفيكيشن بادي، هل بتجيلي كل سنه او كل سنتين، ليها مده محدده عشان تيجي تراجع عليا؟ ولو انا في مرحله اعداد معمل إجاك بتطلب مني مدة قد إيه يكون فيها سجلات مثلا عشان تقدر تيجي تراجع عليا مثلا كمعمل وتمنحني الشهادة؟ هل بتديني مثلا 6 شهور إن أنا يبقى عندي سجلات ريكوردات مسجلة عشان تعمل لي فيريفيكيشن وفاليديشن للقراءات بتاعتي، أو أكتر أو سنة أو دي مش عارفها برضه؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة. أنا الشهادة بتاعتنا هي علشان يبقى برضو ممكن تكون قدامنا كده مدتها قد ايه؟ اهي حضرتك مدتها 3 سنين. ممكن نجاوب يا باشمهندس؟ دي واحده بس يا دكتور عادل، انا هسيب لحضرتك المايك. بس انا كنت عايز اوري الدكتور بس الشهاده بتاعتنا قد ايه. وفي اوديتور بيجي لنا مفروض كل 3 شهور بيعمل زياره علشان يشوف الـ يطمن على انك انت تتبع الـ 11 اكتوبر 2020 الى 14 اكتوبر 24. مدة الشهادة 4 سنين، لكن ما هياش صالحة، هي صالحة الاربع سنين، لكن لو بعد تأكيد من الأوديتورز اللي بيجوا لك كل 3 شهور أو حسب ما يتطلب ذلك. لكن في أوديتور بيجي ويطمئن إنك أنت طلعت كم تقرير وإنك أنت ما زلت المعدات بتاعتك الكاليبريشن بتاعتها valid، وإنك أنت بتنفذ طبقا للمواصفات اللي هو حاططها. يعني احنا كان الاختبار بتاع قبل 66 ده له مجموعة أوراق هي اللي بتتعمل بس وتحط عليها ختم الإيجاك، ولا تستطيع انك تاخد الختم ده وتحطه على التقرير كله. لا، تقرير الاختبار انت ممكن تقرير اختبار قبل بيبقى فيه مثلا يعني من ضمنه التنسايل سترينسز النون إلكتريكال تيستس للكاب، ده مش من ضمن الإيجاك، فلا يجب أنك أنت تحط الختم بتاع إيجاك عليها. ختم الإيجاك على السكوب أوف ورك فقط اللي أنت واخده ومعتمد فيه. عشان كده الدكتور عادل قال لنا إيه، نعمل عملية إكستنشن بعد ما بتاخد الجزء الأولاني، تعمل إكستنشن للاختبارات الباقية. اتفضل يا دكتور عادل. اللي هو الشهادة بتطلع أول مرة أنت عملت السيستم بتاعك، عملت السيستم بتاعك وقدمته ودفعت ال 5300 عندهم، بعد 3 شهور هيجي لك اسيسور يراجع على كل السكوب بتاعك كله. لو السكوب بتاعك 10 تجارب فيراجع على كله. السنه اللي بعديها خلال سنه ثانيه ويديك شهاده. السنه اللي بعدها بيعمل لك بيعمل عندك ايه، اول زياره، الزياره اللي هي ايه، زياره متابعه. زياره متابعه دي يبعت لك 2 اسيسور برضه ويخليك الشهاده بتاعتك سريع. السنه اللي بعديها كل سنه خلال الـ 3 سنين، يعني انت اخذت اي 4 سنين، اول سنه خلاص اديها لك شهاده ساريه لمده 4 سنين. بس ساريه 4 سنين لما لو انت عمل لك اوديت كل سنه يعمل لك اوديت. السنه الخامسه اللي هي بعد السنه الرابعه دول لو انت ما عملتش هيسحب منك الشهاده، يبقى ويزدرو بقى، دخلت في ويزدرو ده كده، ما تقدرش تستخدم اللوجو بتاعه. اول سنه استلمت اللوجو، لما افرض انت ما عملتش اوديت اللي هي ايه اسمها زياره متابعه الاولانيه اللي هي اول سنه، هيقول لك انت ليس لك الحق انك تستخدم اللوجو بتاعه. خلاص بقى ما تستخدمش اللوجو. اي نعم الشهاده، انت معاك شهاده بس ما تقدرش تستخدم اللوجو بتاعه وتستخدمه في الاختبارات خلال السنه الثانيه والثالثه والاخيره.
لازم كل سنة يعمل عليك مراجعة، بس مش هيعمل عليك مراجعة لكل الاسكوب بتاعك، لا يعني أول هو بيعمل خطة بتاعته. لو أنت عندك 12 تجربة، أول سنة بيعمل على 12، أول سنة يعمل على كام؟ على 12، اللي هي اسمها أول زيارة، اللي هي إيه الفيرست ميتينج أو الفيرست فيزيتينج، الزيارة الأولانية. الزيارة الثانية اللي بعد أول سنة هم 12 اختبار، يزاهم على كام؟ على كام؟ على 3 سنين، يبقى 12 على 3 يعمل لك 4 اختبارات كل إيه؟ كل زيارة، وبيدي لك ورقة بكده يقول لك الزيارة دي هعمل ويتنس على على دولة. السنة اللي بعديها هعمل ويتنس على الثلاثة التانيين، وعلى 12 على 3 في الأربعة، أربعة كل ثلاث سنين 12 إيه؟ 12 اختبار. فلازم وكل طبعا زيارة ليها إيه؟ ليها فيز عنده، وعشان خاطر أنت إيه؟ لك يكون لك حق في استخدام اللوجو بتاعه. هو فعلا يعني ممكن برضو بعد ثلاث شهور، الأولانيين بعد ثلاث شهور ممكن يجي يعمل أوديتنج. وأنا يعني عندنا بعض الشركات يعني المعروفة في مصر بيقولهم أوديتورز من برة، وعلشان يطمئن إنه هو فعلا بينفذ المتطلبات طبقا للمواصفة. فإحنا الشهادة اللي احنا واخدينها لغاية 24، لكن صلاحيتها تعتمد على إنك أنت ما زلت تطبق المواصفات والمتطلبات بتاعة الإيجاك. اتفضل في اي سؤال تاني يا جماعه. تمام حضرتك، هو انا كده اللي بيجي يعمل عليا المراجعات السيرتيفيكيشن بادي مش الاكريديشن بادي، صح كده؟ السيرتيفيكيشن والاكريديتيشن انت، لا هو الاكريديت هو اللي بيطمن انك انت بتنفذ الموضوع عشان انك انت دنيتك تبقى ماشيه. المراجعات السنويه قصدي، يعني هل الاكريديشن بادي هو اللي بيجي لي برضه، يعني جاك هي اللي بتجي لي في المعمل، ولا بيجي لي السيرتيفيكيشن بادي؟ هي اللي بتبعت لك الاسيسورز. انت خدت اوريدي السيرتيفيكيشن من 17025، احنا بنتكلم 17025 غير 9001. لو انا 9001 فانا باجي للي انا خدت منه السيرتيفيكيت اقول له تعالى جدد لي بتاع السيرتيفيكيشن ده، بيجي يعمل لي كل سنه يعمل زياره، ويبقى انا اول سنه بقد كده، او ثاني سنه بقد كده، وثالث سنه، او يجدد لي بعد كده بالزيارات. ده السيرتيفيكيشن 9001 او غيره، او حتى 14000 او 45 او ايا كان. لكن الاكريديتيشن بتاع ايجاك اللي هو 17025 لازم الاسيسورز يبقوا جايين من منصوص عليهم من ايجاك لل 17025. ماشي يا باشمهندس عادل؟ تمام يا دكتور عبد الرحمن. الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك. اي سؤال تاني يا جماعه؟ احنا كده يعني خدنا تقريبا نص ساعه يعني زياده عن وقتنا، وانا احييكم جميعا يعني على وجودكم معانا، وان شاء الله يعني هنعمل زي شهاده حضور كده من نقابه المهندسين، من لجنه التدريب بالنقابه، ولجنه التدريب في النقابه بتتشرف بيكم كلكم. اي حد عنده مقترحات ان احنا نحسن عمليه العملية التدريبية أهلا وسهلا بي. دكتور سيادة العقيد أحمد موجود معنا؟ كنت بس أسمع حضرتك يا دكتور، لو يعني شهادة الحضور نقدر نحصل عليها إزاي، أو نسجل أسامينا فين؟ لأن أنا حاولت كتير ما قدرتش إن أنا إيميل. أسجل اسمي مثلا أو كده، أحط اسمي مثلا إيميل. على لا ادوني إيميل بس، إيميل وإحنا هنبعت على الإيميل الشهادة باسم حضرتك. سجل اسمي دلوقتي في الشات مثلا والايميل بتاعي. انتوا مش متسجلين هنا، ما حدش حاطط يعني، ممكن حد يبعت لي على ده حضراتكم. هو الزملاء بس كانوا بيسالوا حتى في الشات على امكانيه تسجيل الحضور، هنسجله ازاي مثلا، او الاسم اللي هيكتب في الشهاده، ونقدر نتواصل ازاي. يا ريت اهو العربي مش كده عليك. انا بعت يعني الشهادة والله بالعربي. ماشي، اهلا وسهلا بالعربي. شهاده حضور يعني ويبينار بنقابه المهندسين يعني بالعربي احسن. انا تمام. كتبت الايميل بتاعي performance212@gmail.com. يا ريت كل واحد يكتب بس اسمه ويعني الصفه بتاعته، دكتور مهندس يعني، واهلا وسهلا بيكم،
وان شاء الله ان بنعمل شهاده سوفت كوبي نبعتها لحضراتكم ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اهلا وسهلا بيكم. اهلا وسهلا بيكم. تحياتي لكم جميعا وشكرا على الحضور. متشكرين يا دكتور عادل المره الثانيه ونتمنى ان شاء الله التوفيق لكم جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.